مساء الخير لكل المشاهدين باليوم الختامي من المرحلة الأولى من بطولة ألفا لكرة القدم موسم 2019-2020. اليوم المرحلة أو اليوم الأخير رح يشهد مباراتين، المباراة الأولى اللي حتكون منقولة على شاشة الام تي في من ملعب فؤاد شهاب، مباراة نادي شباب الساحل وشباب الغزية، وبنفس التوقيت مباراة نادي سلام زغرتا ومباراة نادي البرج، مباراتين بغاية الأهمية بانطلاقة الفرق الأربعة بالمرحلة الأولى. بشكل سريع رح نكون مع الكابتن جمال الحاج محلل قناة الام تي في. كابتن جمال مساء الخير. مساء الخير لك لجميع المشاهدين. مثل ما قلنا اليوم في مباراتين بنفس التوقيت، المباراة الأولى رح تكون مرمولة عبر شاشة الام تي في، المباراة الثانية عبر شاشة وان. رح نكون نحن طبعا مع مباراة نادي شباب الساحل وشباب الغزية، مباراة تحمل الكثير من الأهمية لنادي شباب الساحل، خاصة أنه قدم مستويات ممتازة، بطل كأس النخبة، واليوم هو استحقاق حقيقي ورسمي لإثبات أنه نادي شباب الساحل يملك الجودة المطلوبة للمنافسة على اللقب. حقيقة فريق شباب الساحل اللي ممتاز فيه هو الاستقرار والرؤية الواضحة عند الفريق، وهو مع المدرب الحاج حمود عم بيكمل هذا الموسم ما انتهى فيه الموسم الماضي، وبسرعة استقدم اللاعب داوودة من فريق النبي شيت كتكملة لفريقه ومشي وتحضر مبكر. أول الفرق هي اللي تحضرت ببطولة الدوري يمكن بس ارتاح حوالي الأسبوع فقط، فبالتالي هو بجهوزية كاملة وعارف شو بده المدرب وترجم هذا الشيء بالمستوى اللي قدمه بكأس النخبة وإحرازه لبطولة كأس النخبة. فبيعني إنه هذا بيعني إنه فريق شباب الساحل وصل على الموعد، هو جاهز على كل المستويات أمام فريق مثل شباب الغزية اللي هو كمان شفنا إنه غير كتير من لاعبينه بين السنة والسنة الماضية، خاصة على المستوى الأجانب، استغناء عن مصطفى الشمعة، عن حمزة سلامة، عن خليل بدر. فهذه كلها أمور بدنا نشوف شكل الوجه الجديد لفريق شباب الغزية اليوم اللي عم بيواجه فريق الساحل اللي هو على الورق بوضع أفضل على الورق. مهم نحكي شوية عن نادي شباب الغزية يلي مثل ما كان في استقرار بالتحضير. نادي شباب الساحل بلش على بكير، ربما سكر انتقالاته على بكير. نادي شباب الغزية واضح انه يعاني من أزمة مادية، يعني لنحكي الأمور مثل ما هي، التحضير ما كان على قدر الطموحات، ربما الانتدابات كمان ما كانت مهمة، الأجانب مستوى الأجانب اليوم نحن هنختبرهم، ولكن نادي شباب الغزية ربما يعاني من عدم استقرار. شو رأيك؟ لا شك أنه نادي شباب الغزية مثل عدة فرق بلبنان عم بيعاني على المستوى المالي، وهو عم بيحضر حاله على قد إمكانياته، لكنه بيبقى السنة الماضية شباب الغزية عمل مستوى مفاجئ بصراحة غير متوقع، الكل كان معتبر أنه ممكن هو يكون مهدد للهبوط للدرجة الثانية، لكنه قدر يحقق نتائج كتير إيجابية. النفحة القروية أو النسبة الضيعوية مثل ما بقوله بتخلي الفريق عنده روح غير، عنده روح عالية مثل ما بنشوف فرق مثل أهلي علي أو تضامن صور، الفرق هذه اللي بتكون لاعبتها عندها كتير روح عالية وقوة، ممكن هذه تعوض شيء مع القليل من التنظيم الدفاعي. هلا بدنا نشوف مثل ما قلت أنت ثلاثة الأجانب هني ممكن يكونوا اليوم الاختبار الحقيقي لثلاثة الأجانب يساعدوا الفريق على أنه يبين بصورة غير. خلينا نحن نشوف اليوم تشكيلتي الفريقين. طبعا رح البداية بتكون مع نادي شباب الساحل، علي ظاهر بحراسة المرمى، محمد حمود على جهة الشمال، علي عبوت وكوليبالي قلبي دفاع، زهير عبد الله مدافع أيمن، عباس عاصي وحسين رزق بوسط الملعب، طبعا استراتيجية 4-2-3-1، عباس عطوي أمامهم، حسن كوراني على جهة الشمال، داوود على جهة اليمين، وحيدر عوضة لافت البدء بحيدر عوضة عبد العزيز نداي لاعب محلي خلينا نقول هداف درجة الثاني كان بالموسم الماضي كأساسي. بالمقابل بدنا نشوف تشكيلة نادي شباب الغزية، علي ليلى بحراسة المرمى، محمد الدر على الجهة اليمنى، رامي فقيه وكندي قلبي دفاع، علي بيسي على جهة الشمال، قاسم ليلى وأيزو على ارتكاز، كريم منصور أمامهم، أحمد مكي على جهة اليمين، حسن الحاج على جهة الشمال، وأرنست بارفو الأجنبي الجديد رشيد كرأس حربي على كرسم اثنيتهم كمان 4-2-3-1 صحيح. لكن أنا بدي أقول شغلة اليوم في عدة أمور لازم التفت لفريق شباب الساحل. أول شيء المباراة الأولى عادة ما بتكون صعبة رغم الفوارق إذا اعتبرنا بالتحضيرات وبالأسماء وبالانتدابات، المباراة الأولى دائما بتكون صعبة. الأمر الثاني كمان عند شباب الساحل أنه اعتبارهم فوزهم بالنخبة أو اعتبارهم اليوم أنه ممكن يكون مباراة سهلة، هيدي بدها تكون عامل سلبي ضدهم بدهم ينتبهوا لها. الشغلة الثالثة غياب عبد العزيز نضاي، وهذا عامل يمكن على مستوى النفسي مريح لشباب الغزية على المستوى المعنوي فقط، انه سماعهم بالغياب مهاجم ممكن يريحهم شوي.
زائد انه إن اليوم مطالبين انه حيلعبوا امام فريق عنده تنظيم دفاعي بيعتمد على هجمات مرتده على ايجاد حلول وبسرعه. مشان هيك الفريق اليوم مطالب يكون مركز اكثر. هاي المباريات صعب كثير على الفرق اللي بتكون الافضليه إلها، لانه مضطر يترجم هذا الشيء خلال 90 دقيقه يكون عنده حلول وباسرع وقت ممكن، ما يتعوق الوقت لمصلحه فريق شباب الغازيه حيكون. مشان هيك الشباب الساحل ما لازم ولا لحظه يفوت على نفسه اي جزئيه بالمباراة والا حتكلفه مع الوقت. يعني نادي شباب الساحل قادر بكل بساطة يهون المباراة على نفسه وقادر صعبها على نفسه. بالمقابل نادي شباب الغازية اقصى طموحاته برأيك والواقعية هو يطلع بنقطة من هذه المباراة بظل الفوارق الفنية. المفترض عم يكون عم يفكر بالنقطة بتنظيم دفاعي بصبر، يلعب على نقاط الضعف، على هجمات المرتدة، على مثل ما بيقولوا طلعات معينة، لكنه هيدا بيحتاج لرؤية، بيحتاج لرؤية مش بس فقط دفاعية. المدرب ما فيك تلعب دفاع 90 دقيقة، المدرب اللي بده يحصل على يعمل تنظيم دفاع عالي لازم يكون بيناتهم في رؤية هجومية لتساعده أول شيء للتسجيل أو لإعطاء نفس للاعبين. فبالتالي بعتقد شباب الغازية اليوم بده يلعب للنقطة، ومن بعض الأحيان كابتن رشيد وقت ما بتلعب للنقطة بشكل جيد من ممكن تحصل على 3 نقاط بشكل أسهل. واضح. قبل ما نروح على لعند زميلينا فارس كرم وشرب الكايم، بدي اذكر بس باحتياط الفريقين، احتياط نادي شباب الساحل علي حلال، مصطفى كساب، نيكولا منتش، محمد حيدر، علي الموسى، وجاد حسين، يوسف ركيت، احمد يونس، ومحمد نصر الدين. احتياط نادي شباب الغزيه احمد دياب، علي يزبك، حسين جواد خليفي، احمد ناصر، حسين نصر الله، هادي ماضي، محمد او مهدي غدار، قاسم ايوب، وحسن دنش. راح نروح سريعا لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم للتعليق على المباراه، ونرجع مشاهدينا نلتقي فيكم بين الشوطين لتحليل ما جرى بالشوط الاول. لا عند شرب، يلا. شكرا رشيد، تحيه لكل مشاهدي الام تي في، من مسيكم بالخير، لكل متابعي فوتبول وبطولة ألفا لكرة قدم. اليوم المرحلة الأولى تستكمل بمباراة بين شباب الساحل وشباب الغازية مباشرة من ملعب الرئيس فؤاد شيب بجوني، قائدي الفريقين زهير عبد الله من شباب الساحل وعلي ليلى من شباب الغازية، هول قائدي الفريقين. حكام المباراة محمد درويش، ربيع ميرات، محمد حرب، والحكم الرابع أحمد دمج. جمهور الساحل اللي عم شوفه قدامنا على الشاشة وجمهور الغازية كمان عم بيشجعوا فريقهم على أمل كل واحد منهم يرجع من هالمباراة مع 3 نقاط غاليين كتير، يبلش مشواره بالدوري، باعتبار إنه شباب الساحل مباراته المقبلة مباراة رح تكون محفوفة بالمخاطر إذا بدكم، لأنه رح يواجه فريق الأنصار يلي كانت لها خسارة أولى قدام فريق النجمة بنتيجة 0-1، بينما شباب الغازية رح يواجه فريق الصفا يلي كانت عادل مع لخاء الأهلي عليه من دون أهداف 0-0. ذهابا الموسم الماضي الغازية كان عم يربح 3-1، وإيابا عم يتعادلوا الفريقين 1-1 وقت حمزة سلامي أهدى ركلة جزاء للغازية. يعني الموسم الماضي 4 نقاط من أصل 6 الغازية كان عم يخدهم من فريق شباب الساحل. محمد درويش، كل التوفيق لطائم حكام مباراة اليوم شربي، على أمل نشوف مباراة حلوة، مباراة تكون فيها أهداف عكس مباراة مبارح. وبعالم كرة قدم في كتير مباريات بدها تجي بعدين لاحقا أكيد ما راح يكون فيها أهداف وراح يكون فيها تعادل سلبي، على أمل اليوم نشوف أهداف ونستمتع سوا. مرحبا فارس، تحية أيضا لكل مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم مباراة جديدة، المباراة الثالثة على التوالي اللي عم تتابعوها عبر شاشتنا بدوري ألفا والمرحلة الافتتاحية لموسم 2019-2020، طبعا بالتزامن مع المباراة عبر شاشة وان تقدروا تتابعوا كل شيء عم بصير بمباراة السلام وزغرتا والبرج مباشرة من مجمع زغرتا الرياضي بالمردشية. إذا مباراة على قدر عالم الأهمية بالنسبة للساحل وبالنسبة للغازية، الفريقين يلي سجلوا أو حققوا العديد من النتائج اللافتة بالموسم الماضي كانوا قراب من بعض بشكل كتير كبير، لأن الساحل كان عم ينهي الموسم بالمركز الخامس ب 28 نقطة أمام الغازية يلي كان عنده 24 نقطة. لحظة انطلاق المباراة بهالأثناء الفريقين دخلوا إلى كأس النخبة وتواجهوا بكأس النخبة بال 28 تموز الماضي. قدر شباب الساحل يفوز 1-0 بهدفه للمدافع السنغالي باكاري كوليبالي. يعني طبعا مباراة مهمة لأنه كل مباراة بالنسبة للفرق ال 12 بالمرحلة الأولى هي مهمة على صعيد تحقيق بداية جيدة، ولو أنه العهد هو الغائب عن هالمرحلة، يعني ما فينا نتحدث عن العهد الغائب عن هالمرحلة طبعا
إضافة إلى فريق طرابلس العهد يلي أصبح موجود بالأردن وعم يستعد للموقعة مع الجزيرة الأردن بنهائي منطقة غرب آسيا. كل التوفيق له، أكيد منجدد أمنياتنا وطموحاتنا أيضا منوضعها بين يدي لاعبي العهد للعودة بنتيجة جيدة من العاصمة الأردنية. بالوقت يلي عباس عطوي حاليا على الجهة اليمنى الكرة خرجت. كنت عم بتحدث عن الفريقين، عم بتحدث عن الموسم الجيد يلي عمله شباب الساحل والشباب الغازية، أكمل العمل الكبير يلي عمله الساحل من خلال كأس النخبة، قلت تخطى الغازية ضمن المجموعة الأولى عندما فاز عليه 1-0 بهدفه لبكاري كوليبالي. لكن طبعا الأهم يلي عمله الساحل بالفترة الأخيرة بقيادة الحاج محمود حمود كان فوزه بكأس النخبة على حساب الأنصار، مباراة رائعة جدا فعلا تابعناها فارس بملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وفوز مستحق كان للساحل بكأس النخبة. هيدا لقبه الثاني بعد ما كان فاز سابقا بكأس لبنان، ولو انه اللقب منه رسمي انما لقب مرتبط بمسابقة تنشيطية، لكن بدون شك عم يعطيه معنويات عالية، عم يعطيه ثقة كثير كبيرة انه بإمكانه هالموسم يكون بمركز أفضل من المركز الرابع يلي كان عم يدفع فيه الموسم الماضي. يعني بالنسبة أو المركز الخامس تحديدا. شباب الساحل خامس وغازية سادس، كمان أفضل مواسم الغازية كان شرب الموسم الماضي وقت قدر يحتل مركز سادس. جدا فريقين لهلا تقابلوا 19 مرة مواجهات رسمية بينات المبارتين كانوا بالدرجة الثانية، وقت الغازية ربح بالمباراة الأولى والساحل بالمباراة الثانية. غير هيك الساحل عم بفوز 14 مرة، الغازية 3 مرات وتعادل مرتين. فرصة لفريق شباب الساحل، شباب الساحل داخل منطقة الجزاء كرة عم يبعدها قلب دفاع بمصر وستيفن رقم 6 هون عم نشوف حسن حسون كوتش الغازية وإرنست بارفو من غانا، ثلاثة ثلاثي من غانا. وإرنست بارفو كان يلعب مع الطائي السعودي ومع النصر الكويتي، يحكى أنه واحد من المهاجمين الجيدين جدا، على أمل نشوف هالشيء عم يترجم بالدوري اللبناني. مباراة بمجمع الرئيس فؤاد شيب يلي عم بيستقبل امبارح مباراة واليوم مباراة والعديد من المباريات. فرصة لفريق شباب الساحل بس تمريرة خاطئة رح تروح لفريق شباب الغازية، مش لوقت كتير بعد الخطورة موجودة. حمود 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 على الجهة اليسرى بيحصل على ركلة ركنية، يعني محمد حمود يلي برز سابقا مع الأنصار وحاليا عم بيقوم بدور كتير مهم بمركز ظهير الأيسر مع فريق شباب الساحل. اليوم الغائب الأبرز هو عبد العزيز نداي، حسين حيدر وكالفن داوي اللي انضم هالأسبوع لفريق شباب الساحل. حسين حيدر عنده إصابة، عنده مزق، وعبد العزيز نداي فضل الكوتش يريحه للمباراة المقبلة مع الأنصار، كان بيقدر يشارك اليوم بس كان في مخاطرة بهالمباراة. بمباراة المقبلة مع الأنصار عبد العزيز نداي أكيد رح يكون موجود، هذا اللي عرفناه من الجهاز الفني لفريق شباب الساحل. خطأ لصالح شباب الغازية بالإعادة، الخطأ يلي عم نشوفه سوا يلي احتسبه الحكم محمد درويش في دفع من الخلف، خطأ واضح وحمود بيقول له مظبوط للحكم، يعني رطوبة عالية وشوب كتير كمان كبير. اللاعبين على أرض ملعب يعطيهم ألف عافية. محمد درويش عم بيشير لمكان حدوث الخطأ وتنفيذ الكرة. من ناحية فريق الغازية حالياً على الكرة أحمد مكي، أحمد بكي على التنفيذ. أربع لاعبين من فريق شباب الغازية عم بيستعدوا ليستقبلوا هالكرة داخل منطقة الجزاء. أحمد بكي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وبيطلع حارس المرمى علي ظاهر. علي ظاهر حارس مرمى منتخب لبنان، الحارس الوطني علي ظاهر، المستقبل كله قدامه لعلي. علي واحد من أبرز حراس المرمى وكمان احتياط علي ظاهر وعلي حليل، هيك وقت منشوف حارسين من مستوى عالي كتير منعرف انه حراسة المرمى بشباب الساحل بأمان.
شربل يعني بعد موسم ماضي كان للغزية فينا نقول ممتاز، سوبر ممتاز، كان بالمركز السادس وكلنا بنعرف الغزية عمل نفضة كبيرة من ناحية الأجانب، ثلاث لاعبين جديد وأجانب يعني مثل ما بنعرف إذا كانوا على المستوى جيد يحكى إنه بيشيلوا الفريق يعني على الطريقة اللبنانية. نتأمل نشوف مستوى جيد للاعبين الأجانب مع الغزية هالموسم، بالإضافة كمان للاعبين اللبنانيين، لأنه الغزية دائما مركز يكون بين أندية الدرجة الأولى بلبنان. يعني طبعا فارس على صعيد الشباب الغزية شفنا بالموسم الماضي وجود جان كريستيان كيكي المهاجم الإيفواري، أيضا فرانسيس مولي كان عم يقدم أداء جيد بالمباريات، وأيضا على صعيد شباب الساحل يعني بكاري كوليبالي لموسم جديد، عبد العزيز نداي لموسم جديد، داوودا ديامي بعد انتقاله من البقاع، نتذكر كلنا بالمباراة أمام الأنصار بنهاية كأس النخبة الأداء الجيد يلي قدمه وأيضا الهدف الرائع يلي قدر يسجله. على صعيد اللاعبين الأجانب بفتكر الفريقين بيقدروا يكونوا مرتاحين، الغزية حتى يعني بوجود أرنست بارفو المهاجم يلي كان له أيضا تجربة بالمملكة العربية السعودية، الثلاثي الغاني ممكن يساعد الغزية بشكل كتير كبير ليكون عم يقدم موسم جيد على غرار الموسم الماضي، بالوقت يلي داوودا ديامي عم يحاول يهرب على الجهة اليمنى أيضا يعكس الكرة العرضية باتجاهه لحيدر عواد، أيضا من الأسماء المنتظرة جدا القادم من فريق الأهلي النبطي من الدرجة الثانية، واحد من الهدافين المميزين جدا كان ببطولة الدرجة الثانية، ينتقل إلى شباب الساحل الموسم، واليوم بغياب عبد العزيز نضاي عم يكون موجود بالتشكيلة الأساسية، تشكيلته للمدرب الحاج حمود. شوفوا بالإعادة حيدر عواد لو كان عنده إحساس إنه الكرة رح توصل لهالمنطقة بالتحديد، لكن شوف الكرة كيف غيرت مسارها، يعني ما بعرف إذا الهوا لهالدرجة قوي تقدرت الكرة غير مسارها بهالطريقة، إلا إذا داوودا ديامي قاصد يلعبها بطريقة قوسية بهالشكل، حتى حيدر عوادة ما كان متوقعها تسقط بنفس المطرح يلي كان متواجد فيه. هذا أحد أيضا نجوم الغزية كريم منصور، دوره محوري جدا بتشكيلته لحسن حسون، رمي التماس مقطوع الكرة، أيضا حمود، كوليبالي، سهير عبد الله، الطريقة اللي رح يدافع فيها الغزية هي رح تكون أكيد لها دور كتير كبير بإبقاء نجوم شباب الساحل بعيدين عن منطقة الحارس علي ليلى. أكثر من لاعب يقدر يلعب دور هجومي، يعني عم نحكي عن حسن كوراني، حيدر عوادة، داوودا ديامي، عباس عطوي طبعا خلفهم، والشباب الدائم للرقم 10 اللي معه الكرة حاليا بيلعبها لعند زهير عبد الله، زهير عم يسقط على أرض الملعب، خطأ لمصلحة قائد شباب الساحل. كرة بالخلف عند علي عبود، منه لعند محمد حمود، الكرة على الجهة اليسرى لعند كوراني، انتقل من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى رقم 20 حسن كوراني، كوراني بخلي الكرة معه، حسن كوراني بيعود للخلف لعند حسين رزق، أيضا حمود ما في أي تسلل، مطالبة كان من لاعبين الغزية بوجود تسلل على حمود، لكن الكرة لا تزال مع شباب الساحل، عباس عاصي تدوير ممتاز للكرة، أيضا تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى، بتبقى مع الساحل، الخطورة ممكن تكون موجودة مع هالكرة، رح يلعبها زهير عبد الله إلى داخل منطقة الجزاء، زهير بيلعب على الكرة العرضية خطيرة لعواضة، إنما الكرة مرت عن حيدر عواضة، ممتاز جدا نقلة الكرة من قبل فريق شباب الساحل والطريقة اللي وصلوا فيها إلى منطقة الجزاء، حيدر عواضة مجددا كان أمام المرمى، بالتأكيد تمركزه الجيد ممكن يخليه يصنع خطورة كتير كبيرة بهالمباراة على مرمى علي ليلى، بدهم ينتبهوا من الأمر مدافعي الشباب الغزية تحديدا رامي فقيه وكندي الموجودين بقلب الدفاع، مهمتهم رح تكون سهلة أبدا، داوودا مرة جديدة هو عم يهاجم على الجهة اليمنى، داوودا ديامي بيتمتع بمهارات رهيبة، شوفوا شو عم يعمل داوودا ديامي، أيضا الكرة العرضية، دفاع الغزية متماسك بهالأثناء وأيضا الهجمات مرتدة هي سلاحه الأول، بتبقى الكرة مع الغزية رقم 7 كريم منصور بعيدة للخلف، مقطوع مباشرة من رامي فقيه ومباشرة بتروح باتجاهه لبكاري كوليبالي، 10 دقائق مرت على بداية هالمباراة، الدقائق العشر الأولى، التعادل السلبي حاضر، وهيدا علي ظاهر يلي موجود اليوم رغم الإصابة يلي تعرض لها مع المنتخب الوطني، موجود بين الخشبات الثلاثة لفريق شباب الساحل، يعني كان في كلام عن إمكانية غياب علي ظاهر عن مباراة اليوم، بالأحرى كان تعرض للإصابة خلال تمارين فريق شباب الساحل. صافر ايضا وخطا لمصلحه الساحل، الكره عم تتحرك سريعا، هدوء تام بالملعب بمدرجات
مشجعي الساحل ومشجعي الغزية بحالة ترقب وبحالة انتظار من دون شكل الهدف الأول بهالمباراة. مين راح يكون صاحب الهدف؟ امبارح على نفس الملعب بالتحديد التعادل السلبي كان حاضر بين الصفا والإخاء الأهلي على إيبل وقت التضامن صور كان عم يسقط على ملعبه أمام شباب البرج بنتيجة 1-2. ثلاث مباريات إذن الرابعة والخامسة اليوم بيبقى العهد عنده لقاء مؤجل مع طرابلس. الكرة الملعوبة للأمام مرة جديدة عم تنقطع، يعني عم نلاحظ فارس التركيز الأكبر عند شباب الساحل هو على محاولة مهاجمة منطقة الغزية من طرفي الملعب بالتحديد. يعني بده يجرب فريق شباب الساحل يستوعب غياب عبد العزيز انداي، واحد من أخطر المهاجمين يلي موجودين عنا بالدوري غايب، بس فريق شباب الساحل عم بيعتمد اليوم بشكل خاص على حيدر عوضة بخط الهجوم باعتبار التشكيلة يلي عم بخوض فيها الساحل هي 4-3-3 4-2 إذا بتكون واحد هو عباس عطوي بيكون قدام لاعبين بخط الوسط يلي هن عباس عاصي وحسين رزق وثلاث لاعبين بخط الهجوم. الحاج حمود بده ثلاث نقاط من هالمباراة. كرة عالية داخل منطقة الجزاء سهلة بين ايدين حارس المرمى علي ظاهر، علي ظاهر يلي لهلا مثله مثل علي ليلى بعد ما اختبروا بأي كرة بين خشبات الثلاثة. مساحات واسعة عم نشوف أكثر من محل. داوودا، داوودا بيلعب الكرة أمامية، حيدر بيبعدها قلب دفاع فريق الغزية بالوقت المناسب. علي قبيسي عم بيبعدها تا يمنع الخطورة دغري زهير عبد الله، ما بيضيع وقت أبدا زهير عبد الله وعباس عطوي من اللاعبين المخضرمين يلي بعدهم عم بيعطوا وعم بيعطوا كثير بملاعبنا اللبنانية. بمنتصف ملعب تمريرة كانت قاسم ليلى بترجع لعند قاسم، أمامية سريعة كانت من أحمد مكي بتنقطع من نونا بيتركها لعباس عطوي بمنتصف ملعب. عباس عطوي بيلعب الكرة السريعة منه لحسن كوراني، حسن كوراني بيتقدم بمرر لعباس عطوي، عباس عطوي بيتطلع لمين؟ لا نونا كمان مرة، عباس عطوي ما رح يقدر يستفيد من هالكرة مع خطأ عم بيكون على فريق شباب الساحل، خطأ على فريق شباب الساحل. مباراة تانية عم بتكون بنفس الوقت بين السلام زغرتا والبرج على ملعب المردشية بزغرتا. نعطيكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة مع تسجيل أي هدف. كمان جانب من الجمهور والسيدات والجنس اللطيف يلي عم نشوفه بكثرة بملاعبنا هالموسم، خاصة أيضا أنه كرة القدم النسائية يلي عم نشوف تقدم وتطور كتير كبير على صعيد كرة القدم النسائية اللبنانية. بمنتصف ملعب عباس عاصي على الجهة اليمنى لعند زهير عبد الله، زهير عبد الله بيتقدم بيلعب الكرة كمان مرة للعاصي تنقطع سريعة من رامي فقيه ظهير أيسر فريق شباب الغزية. رامي فقيه ما عنده إلا يشتت هالكرة، أزبط شيء بيعمل إنه يشتت الكرة. حسين رزق نونا حلوة كتير لعند محمد حمود، محمد حمود على الجهة اليسرى الكرة بالطول منه لمحمد حمود بيرجع بيخدها حمود بس الكرة اجتازت خط الملعب. اعتراض عم بيكون من فريق شباب الساحل ومن جمهور الساحل بيقول إنه الكرة ما خرجت. بالإعادة لنشوف الكرة اليوم تياب فريق شباب الساحل مميزين، تعودنا على فريق شباب الساحل باللون الأزرق. كرة أمامية حلوة كتير بهالوقت لفريق الغزية مع تدخل سريع سريع قبل ما يقدر بارفو يعمل شيء. بارفو يلي هون جرب يدخل منطقة الجزاء، جرب يسدد بهالكرة بس ممنوع، ممنوع لأنه على السريع دفاع الساحل كان موجود لأبعاد الخطر. برافو لعلي عبود، هيدا علي عبود يلي كان عم بيطالب بخطأ، ما في خطأ يا علي، في ركلة ركنية، ركلة ركنية بتتنفذ لفريق شباب الغزية داخل منطقة الجزاء. علي ظاهر بيلتقطها، برافو لعلي، تايمينج مظبوط وقيت مناسب وعلي بيلتقط الكرة ليبعد الخطورة عن مرمي. تعرفوا هيك نوع من الكرات خطرة كتير إذا فلتت من إيد حارس المرمى مع تكتل بيكون من اللاعبين يلي موجودين داخل منطقة الجزاء. الجمهور بلش أكثر وأكثر يزيد على مدرجات ملعب الرئيس وقت شيء بجونية. كرة أمامية وفرصة لفريق شباب الساحل، معقول شوف الهدف الأول، جول 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 عبي
الشاب بعدنا عم نحكي عنه، اللاعب يلي ما بيخطر ابدا ابدا. هاي الخبره، هيدا عباس. الله يا عباس شو ذكي، عرفت كيف تمرق، عرفت كيف تاخذ الكره من فوق حارس مرمى الغزيه علي ليلى ليعلن. عباس عطوي عن تقدم فريق شباب الساحل بالهدف الاول بالمباراه. عباس عطوي يا ريتك ابن 22 لتعطي بعد اكثر واكثر واكثر بالملاعب. شوفوا هالتمريره الرائعه، ما في تسلل، في سوء تغطيه من الدفاع، وتمريره كانت اكثر من رائعه من داوودا. وعباس عطوي شربل عم بيفتتح التسجيل ليعلن تقدم فريق شباب الساحل بعد مرور 16 دقيقه على بدايه المباراه 1-0. مرة جديدة عباس عطوي، مرة جديدة الرام 10 عم يقول العمر منه عبرة، لأنه مرة جديدة عم يقدر يوصل إلى الشباك، عم يأكد تألقه، عم يأكد بدايته القوية الموسم. ابن الأربعين سنة دائما حاضر، دائما بسجل بحرفن كتير كبيرة وبلمسة جميلة وبإحساس جميل تجاه الهدف. كان عم يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة على شباب الساحل. المباراة راح تصير أحلى من دون شكل، لأن الغزية راح يجرب يرد بشكل سريع، وأيضا الساحل ما راح يكتفي بهدف لأنه بأدائه الهجومي دائما حاضر. شوف عباس عطوي، يعني خروج علي ليلى باللحظة المناسبة، لكن عباس عطوي ما انتظر، ما فكر مرتين ليحط الكرة داخل الشباك من فوق لعلي ليلى تماما. هدف جميل جدا للرقم 10، عن جد عباس عطوي كل ما بيكبر كل ما بيجوهر، رائع جدا هدفه كان، وبهالطريقة اللي سجل فيها من فوق لعلي ليلى. 1-0 للساحل. شو راح يكون رد الغزية بهالأثناء؟ اللعب متوقف بالوقت الحالي، سلامات لعباس الموجود خارج ارض الملعب. استئناف اللعب والكره مع الفريق المتقدم، مع صاحب الضيافه شباب الساحل عباس عاصي. يعني الجميل بملعب مجمع رئيس فؤاد شهاب الرياضي بيجوني كل شيء اخضر، ارضيه الملعب، حول الملعب، فوق الملعب، كل مطرح اخضر. وكره القدم اللون الأخضر هو اللون الأول في لون الملعب، وبالتالي بنأمل كل ملاعب لبنان تكون بنفس الصورة وبنفس الشكل، لأنه بنهاية الأمر الملعب هو اللي بيعكس الصورة الجميلة أيضا عن اللعبة. حمود من جديد لعند العطوي بقدمه اليسرى، جميلة جدا لعند الكوراني. حسن كوراني بيعمل كنترول وبيحمي كرته بمواجهة علي بيسي. كوراني بيحافظ على كرته، لاعبين على حسن كوراني، الكرة إلى خارج أرض الملعب. من جديد رمية تماس، عباس عطوي عم يصارع على كل كرة، بتبقى مع الساحل، مع الكوراني تحديدا، الكرة إلى داخل منطقة جزاء المرة سهلة لعند علي ليلى. كرة للأمام، بكاري كوليبالي، الصراع السنغالي الغاني مع إرنست بارفو، رح تشوفوا كثير بهالمواجهة الثنائية على أرض الملعب. عطوي مرة جديدة على الجهة اليمنى، زهير عبد الله، زهير منه لعباس عطوي، أيضا زهير عبد الله، داوودا، داوودا على الجهة اليسرى، داوودا، داوودا. كورنر، كورنر لشباب الساحل بهالأثناء. حاج حمود دائما قلق، دائما بتعليماته على خط الملعب، ودائما بيترك ملاحظاته للاعبين البدلاء حول كل شيء عم بيصير على أرض الملعب. كورنر اذا لشباب الساحل الى يساره لعلي ليلى. هل ممكن الساحل يقتل المباراه بشكل مبكر؟ عباس عطوي صاحب الهدف الوحيد هو يلي عم ينفذ الكره بالوقت الحالي. عباس، خمس لاعبين من الساحل داخل منطقة جزاء، ممكن ينضم لهم حسين رزق أو زهير عبد الله الموجودين على مشارف المنطقة. الكورنر إذن. عباس بيلعب الكرة على العارضة البعيدة، حيدر عواضة، ما في أي خطأ. كوليبالي بيحولها بالرأس. علي عبود أيضاً للحمود، برواء وبهدوء بيحاولوا الساحل يطلعوا بالكرة. ممتازة كانت من الحمود لعند داوودا، داوودا من جديد على الجهة اليمنى عم يلعب فوتبول حلو شباب الساحل بالوقت الحالي، وأيضا الكرة العرضية، الكرة العرضية وعلي ليلى هالمرة على مسارة.
خروج حارس الغزية بتوقيت مناسب لالتقاط الكرة. نقلة كرة جميلة من شباب الساحل، عم يسرع إيقاع اللعب بتمريراته السريعة، بتمريراته من لمسة الوحدة عم يقدر يوصل بسهولة إلى منطقة شباب الغزية. الغزية ما عم يضغط على حامل الكرة بشكل كبير بمنطقة الوسط، هذا الأمر عم يسمح لشباب الساحل بنقل الكرة. أكيد عم يسمح له بنقل الكرة بشكل مريح على الجهة اليسرى. تبقى مع الغزية حسن الحاج. حسن الحاج أيضا بيلعب الكرة العرضية سهلة بين يدي علي ظاهر. سهل الكرة بين يدي علي ظاهر، علي ظاهر يلي خاض المباراة الودية أمام سلطنة عمان، مباراة منتخب لبنان. لكن الخسارة للأسف كانت بانتظار منتخبنا الوطني، وعلي ظاهر كان هو الحارس وتلقى هدف بتسديدة من مسافة بعيدة. أكيد حارسنا الشاب يتعلم كثير من هالمباراة. يعني المنتخب الوطني اللي بمرحلة انتقالية بالوقت الحالي مع دخول عدد من الوجوه الشابة إلى صفوف المنتخب، وبالتالي الاحتكاك مطلوب بالنسبة لهالشبان وأيضا المشاركة بالمباريات تماما مثل ما شارك علي ظاهر بشكل أساسي أمام سلطنة عمان. داوود ديامي من جديد نجم البقاع السابق يلي انضم إلى صفوف شباب الساحل، وفاة سريعا بالمنظومة الساحلية. زهير عبد الله، عباس عطو يشوفوا محور اللعب وين ما كان موجود على خط التمرير، شوفوا قد ايه قراب من بعضه، شوفوا كيف عم يلاقوا بعضهم لاعبي الساحل مع الكره الملعوبه على الجهه اليسرى لحمود. دخل منطقه جزاء خطيره جدا، ممكن تكون حمود 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 حمود. جول من نيران الصديقه وعن طريق الخطا، كان رامي فقيه عم يسجل داخل مرماه، لكن تحسب من دون شك لمحمد حمود الطريقة يلي اقتحم فيها منطقة الجزاء ولعب هالكرة العرضية. مش رامي فقيه بالتأكيد كان أحد لاعبي شباب الساحل حيوضع الكرة داخل المرمى من بعد ما مرت على علي ليلى. ما معقول يلي عمله محمد حمود، لكن الأجمل قلت سلسلة التمريرات. يعني إذا شفنا بالإعادة من وين انطلقت الكرة وكيف انطلقت الكرة وكيف حسين رزق حطها عند الحمود، شوفوا الحمود يا سلام بالرأس كيف أخذها وهرب من كريم منصور. هون عم يلعب الكرة العرضية لحيدر عواضة، يعني مثل ما قلت لو مرامي فقيح حولها لداخل الشباك كان حيدر عواضة بالمكان المناسب ليهز الشباك ويضيف الهدف الثاني. تمريرة رائعة من نونا، تمريرة رائعة من حسين رزق، وأيضا أروع يلي عمله محمد حمود بهالمجهود. يعني طبعا اللي عمله مع اقتحامه لمنطقة الجزاء، شوفوا الكنترول بالرأس، حط الكرة أمامه وهرب من كريم منصور، لكن رامي فقيه ما قدر يهرب من الخطأ الجسيم، الخطأ القاتل. 2-0 وعلى ما يبدو فارس المباراة راح تعوض لنا مباراة امبارح تحديدا على صعيد الأهداف، هدفين بأول 23 دقيقة ودائما لمصلحة شباب الساحل. فريق شباب الساحل تقدم مريح، يعني بعد 23 دقيقة 2-0 أكثر متفائلين من فريق شباب الساحل، ما كانوا بيتوقعوا النتيجة أبدا. كرة بيخسرها هون بهالوقت ستيفن لاعب من غانا، اللاعب الجديد يلي يعني عم يخوض موسمه الأول، وسابقا كان يلعب بغانا، ما كان محترف بأي دولة خارج بلاده. بهالوقت كمان البرج عن طريق تياجو أمارال عم يتقدم 1-0 على فريق السلام صغرتا، ونتائج الدرجة الثانية والإصلاح برج الشمالي بيتقدم على ناصر بارديس 2-1، النهضة بارديس على الرسي 1-0، وتعادل اجتماعي وسبورتنج الرياضي بنتيجة 2-2. رح نعطيكم نتائج كاملة مع نهاية المباريات أو أي شيء رح يتسجل خلال هالمواجهات. فرصة جديدة كانت كمان لفريق شباب الساحل يلي متعطش للأهداف، متعطش لأول 3 نقاط بالدوري قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة الأسبوع المقبل مع فريق الأنصار. يعني علي ليلى ما بيقدر يعمل شيء أبدا للهدف الثاني لهالكرة يلي كان فيه سوء تغطية خلينا نقول من كريم منصور. كريم منصور ما قدر يلحقه مثل ما لازم لمحمد حمود، محمد حمود انطلق دخل منطقة الجزاء ومرر الكرة. رامي فقيه يعني جرب يعمل شيء، بس رامي فقيه أول لاعب عم بيسجل خطأ بمرمى فريقه بدوري ألفا لهالموسم. فريق شباب الغزية اللي عنده نوعا ما عم بيكون اللي توصل بين خط الوسط والهجوم، كرة وخطأ واضح، خطأ واضح هون
لصالح فريق الغازية. الحكم محمد درويش بيطلب إعادة تنفيذ الكرة من جديد. ما بينفع الاعتراضات أبدا يا عباس. قوم عباس عاصي ومرر والعاب وقود واعطي كل شيء في عندك. فريقك متقدم بنتيجة 2-0 لهلا. التحكيم ممتاز، ما في شيء أبدا بهاللقاء. زهير عبد الله، زهير عبد الله جرب، زهير عبد الله ينطلق. الحكم بيقول ما في شيء ابدا. اعتراض كان من زوير عبد الله اللي كان عم بيطالب كان بلمسه يد. فريق الغازيه لازم يرد بهدف ليبقى باجواء المباراه، لانه الفارق هدفين، منه الفارق هدف ابدا. لمين هالكره؟ مش لحدا ابدا، حتى محمد حمود كان بيقدر يتركها. هون الخطا يلي صار، عباس عاصي عم بيطالب انه الخطا لإله. تمريرة أمامية، في مشكلة بدفاع فريق الغازية، بده ينتبه كثير منيح. حسن حسون على مركز الظهير الأيمن بالفريق يلي بيشغله علي بيسي حاليا. ما لازم علي كثير يترك منطقته، لأنه فريق شباب الساحل عم يعتمد على هالمركز تحديدا بالانطلاق. كرة حلوة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها حمود لخارج الملعب، ركلة ركنية جديدة لفريق شباب الغازية. هذا الحاج حمود والى جنبه علي فقيه، اسمين من الاسماء الكبيره بعالم كرة قدم. كريم منصور على التنفيذ، بيلعب الركله الركنيه وما في مين يتبعها مثل ما لازم، بين ايديه علي ظاهر. سهل كثير، سهل كثير لعلي ظاهر يلي بعد ما اختبر من بدايه المباراه. سريع الكره بتروح لعند كوليبالي. نرجع نشوف الركلة الركنية، كان بيقدر أفضل من هيك ينفذها الغازية، بس الأمور سهلة لهلأ لفريق شباب الساحل يلي ما عم يتعرض للضغط أبداً. والأمور سهلة عم بتكون، عم بيكون أفضل انتشاراً على أرض ملعب، وعم بيقدر يوصل أكتر بكتير لمرمى الغازية. حسين رزق نونا صاحب التمريرة القاتلة للهدف الثاني. داوودا كان عم بمرر الهدف الأول، هو الأسس الاثنين يلي صاروا لليوم. هذا يلي عم نقوله، شوفوا التمريرات بين خط الدفاع، سهل كتير الأمور. علي عبود بمرر لكوليبالي، كوليبالي بمنتصف ملعب لعند عباس عاصي، بترجع الكرة لعند عباس عطوي. عباس عطوي صاحب الهدف الأول بهالمباراة، بيلعب الكرة لزهير عبد الله، زهير عبد الله، زهير 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 بمرر، ما زال الخطر موجود بعد الكرة ساحلية، وبيسدد زهير عبد الله وبيبعدها حارس المرمى علي ليلى. ركلة ركنية جديدة. قد ايه بدك تتعب يا علي ليلى بمباراة اليوم إذا تابع ضغط الساحل بهالطريقة، وإذا تابع خلق الفرص قدام المرمى. بالإعادة بنرجع بنشوف زهير عبد الله فضل انه يسدد، سدد، والكره هون على دفعتين علي ليلى عم يبعدها لخارج الملعب لركله ركنيه. الساحل عم يحصل على كوردر جديد، محاوله جديده كمان لفريق شباب الساحل ليرفع رصيده اكثر واكثر عن طريق عباس عطوي. بيرفع الركله الركنيه داخل منطقه الجزاء، بيبعدها بارفو، بارفو يلي عم يرتد ليساند خط الدفاع. علي عبود بيلعب الكره لعند داوودا، داوودا بيخسرها من بارفو. بارفو بيلعب الكرة بطريقة حلوة كتير، بطريقة فنية، ما عم بتضاين الكرة مع لاعبي فريق الغازية. دغري عم تنتقل لفريق شباب الساحل. الله الله على التمريرات، الله على الفن يلي عم نشوفه من فريق شباب الساحل بمباراة اليوم. وفرصة الهدف الثالث، مش معقول مش معقول مش معقول شو عم بيصير قدام مرمى فريق شباب الغازية. يعني حسن حسون لازم يشوف الامور ويتدارك الوضع، والا رح تكون صعبه كثير عليه الامور بالشوط الثاني. فريق شباب الساحل بسهوله تامه عم يوصل لمرمى الغازيه من دون اي صعوبه. تبادل كرات وتناقل كرات رائع جدا عم بيكون من الساحليين، وهذا يلي شفناه منهم خلال كاس النخبه يلي احرزوا اللقب بفوزهم بالمباراه النهائيه على الانصار وقتها بركلات الترجيح. نص ساعه شربي على بدايه مباراه، الامور سهله لهلا لفريق شباب الساحل. ومن جديد الكرات العرضيه هي اللي عم تعمل الخطوره على مرمى الغازي. شوف هون الكره كيف مرت، يعني لو وصلت لعباس عاصي كان على نقطه البنالتي تماما بمكان مناسب جدا.
لتسجيل الهدف الثالث. ممتاز جدا الكره من حسن كوراني، كان طريقه يلي عم يضعها باتجاه حيدر عواضه او عباس عاصي، لكن اللاعبين ما قدروا يوصلوا لهيدا. عباس عاصي جوكر فريق شباب الساحل بخط الوسط، مركز الارتكاز بيقدر يكون موجود او بمركز الظهير الايمن، اكثر من دور بيقدر يلعبوا على ارض الملعب الوقت يلي شباب الساحل حاليا هو كل شيء على المستطيل الاخضر بمجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي بجونية، مع تقدم بهدفي عباس عطوي بذكر ورامي فقيه بالوقت يلي البرج متقدم على السلام بصغرتا 1-0 بهدفه لتياغو امارال لاعب طرابلس السابق. حسن الحاج هو يلي حاليا معه الكره على الجهه اليسرى، ايضا بيلعب الكره العرضيه الى داخل منطقه الجزاء. الخطوره فاجاته تماما لعلي ظاهر، فاجاته تماما لعلي ظاهر، لحسن حظ شباب الساحل انه كان علي ظاهر بالمكان المناسب ليبعد هالكره، او كانت رح تروح مباشره باتجاه مرميه. كره ملعوبه من جديد، دائما التركيز على الجهه اليسرى مع حسن الحاج، لكن وجود زهير عبد الله بخبرته الكبيره عم توقف الهجمات بالنسبه لشباب الغزيه. داودا تمريته خاطئه هالمره، كريم منصور ما شفناه بدوره الهجومي لان عم يكتفي بالشغل يلي عم يعمله على ارض الملعب دفاعيا. هون بالاعاده علي عبود مش مسموح تخلي هالكره تمر عنك بهيدي الطريقه، كره كيف مرت عن علي عبود فاجأت علي ظاهر تماما، اعتقد علي ظاهر انه علي عبود حيبعدها. بمنتصف الملعب مره جديده ستيفن ايساو، ويلي كان عم يتلقى الكره ماشيه مع الغزيه، ايضا الصراع بوسط الملعب احمد مكي ويا اللي كان عم يخسرها داوود الديمي، عم تروح لعند حسين رزق. تبادل المراكز ايضا ممتاز من قبل لاعبي الساحل، وايضا الكره خطيره هالمره من حسن كوراني. تبادل المراكز خصوصا الطريقه يلي بينتقل فيها حسين رزق نونا على الطرف عم بيعمل الخطوره هالمره، هو يلي لعب الكره العرضيه. كوراني الراسيه، يا كوراني شو بدك احسن من هيك؟ في سجل كان حسن كوراني برأيي، كان بمكان مناسب جدا ليحول الكرة إلى الشباك. حسن حسون قلق أكيد مش هيدي البداية اللي كان بيأمل فيها فريقه بهالمباراة. ستيفن جديد للأمام، وأيضا الكرة مقطوعة كتار، هن الكرات يلي عم ينقطعوا من شباب الغزية، والسبب بسيط، الضغط يلي عم يعمله شباب الساحل على حامل الكرة عم يخلي لاعبي الغزية يتخلصوا منها بشكل سريع، وبما إنه منو قراب على بعض ما عم يقدروا يوصلوا الكرة لبعض بشكل سهل، عم تكون صعبة عليهم الأمور. مرة جديدة الغزية عم يحاول، كريم منصور عم يخسرها، حسن حظه المرة موجود محمد الدر. من جديد أحمد مكي، كرة لعند كريم بقدمه اليسرى بحاول يلعب الكرة للأمام، الخطورة ممكن تكون موجودة، بتبقى مع الغزية. للخلف من جديد، لاحظوا الضغط وتضييق المساحات يلي بيعملوها لاعبي شباب الساحل. حتى حيدر عواضه راس الحربه هو عم يكون اول لاعب عم يضغط، ولاحظوا النتيجه، كره مباشره عند علي ظاهر بسهوله تامه. ممتاز الشغل الدفاعي يلي عم يعمله شباب الساحل بالوقت الحالي. عباس عاصي عم يستلم من جديد، علي عبود ترجع لعند عاصي، كوليبالي عم نقرب اكثر واكثر من داية العشر الاخيره لانتصاف هاللقاء. الساحل دائما متقدم وعم يتعامل مثل ما عم تشوفوا مع المباراه ببروده اعصاب كثير كبيره، تناقل للكره بالخط الخلفي من دون اي ضغط من قبل لاعبي الشباب الغزي، يعني هذا امر غريب، فريق متاخر بهدفين وما عم يضغط على حامل الكره وبهالوقت تحديدا من المباراة، يعني اكيد لياقة لاعبي شباب الغزية بعدها جيدة ليقدروا يعملوا عملية الضغط. عاصم من جديد لعند عباس عتوي، كابيتانو النجم السابق ونجم الساحل الحالي، معه الكرة دائما بخط الوسط لعند علي عبود، ايضا حسين رزق لعند العطوي. الموسم الماضي شباب الساحل سجل 32 هدف وتلقت شباكه 32 هدف، رغم انه كان بالمركز الخامس، لكن الواضح كان عنده مشكله دفاعيه لعند عدد كبير من الاهداف تلقى. بالمناسبه يعني مثله مثل الاخاء الاهلي علي كان عم يتلقى 32 هدف، ومثله مثل الراسنج يعني احد الفريقين يلي هبطوا الى بطوله الدرجه الثانيه،
سجل بمرمى 32 هدف، لكن الفارق انه الساحليين قدروا يسجلوا 32 هدف، حتى كانوا افضل من الاخاء على هالصعيد، على صعيد الهجوم. الاخاء الرابع لكن ب 28 هدف، بالوقت يلي الشباب الغزية تلقى 31 هدف وسجل 24 هدف. حاليا الكرة على الجهة اليسرى، محاولة للمرور والكرة الملعوبة كانت من علي بيسي مقطوعة من جديد. شباب الساحل بده يحاول يرتد مع عباس عطوي. عباس هالمرة تمريرته قصيرة لداوودا، رغم الشيء داوودا عم ينجح انه يلحق بالكرة زهير عبد الله. زهير لداوودا، يعني اكيد بتأمل انه الهدفين المبكرين اللي سجلهم شباب الساحل ما يقتلوا المباراة، ما يقتلوا الايقاع يلي بدأ فيه الساحل. على كل حال الساحليين عندهم كثير يقولوا، ما بفتكر رح يكتفوا بالهدفين في حال أرادوا تحقيق انتصار لافت جدا ببداية المشوار. والغزية لا شك عنده بعد كلمة أولى، يعني من الممكن الحديث عن فائز أو خاسر بهالمباراة. كرة حاليا على الجهة اليسرى مع الكوراني، الحمود من جديد، العرضية مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. كرة رح تكون رمية تماس لشباب الساحل. كوراني مرة جديدة، كوراني لعند الحمود، محمد حمود لحسين رزق، علي عبود بالخط الخلفي، علي عبود بينقل الكرة على الجهة اليمنى، زهير عبد الله، زهير بيخلي الكرة معه، داوودا بتروح لعند عباس عطوي، بتبقى مع داوودا. الخطورة ممكن تكون موجودة بهالكرة مع شباب الساحل. حسن كوراني عم يفتش عن التسديدة. حسن كوراني بين ثلاث لاعبين بيحافظ على كرته، ممتاز جدا حسن كوراني لعند عباس عطوي. عباس بقدمه اليسرى بينقلها على الجهة اليمنى، زهير عبد الله موجود، بترجع لعند عباس. حصار حاليا من قبل لاعبي الساحل لمنطقة الغازية مع عطوي اللي بيلعب لعند داوودا. داوودا بحاول يمر، ممتاز المجهود الفردي من داوودا. الكرة عم تتهيأ مرة جديدة على مشرف منطقة عباس عصي، راح يسدد. الكرة عم ترتد من حيدر عواضة ومباشرة إلى علي ليلى، مباشرة بين يدي علي ليلى. لا يزال فارس بحرية تامة عم يقدر يتنقل. شباب الساحل بنص ملعب أو بملعب الغزية وعم ينقل الكرة أيضا وهو مرتاح. الساحل أفضل، وهذا الشيء اللي عم ببين من بداية المباراة، مش بس تقدم بالنتيجة كمان بالسيطرة والفرص اللي عم بيخلقها فريق شباب الساحل والوصول لمرمى الغزية. شوط اول يمكن للغزيه للنسيان، بعد باقي يعني 8 دقائق مع الوقت الضايع اللي راح يكون لفريق شباب الغزيه ليجرب يقلص الفارق ويرجع يدخل باجواء الشوط الثاني، او الامور راح تزيد صعوبه اكثر واكثر. الكرات الطويله ما عم تعطي نتيجه ابدا، لانه محمد حمود دائما عم بيكون موجود بالمكان المناسب بهالوقت. انطلاقه من الكوراني بيتقدم الكوراني، معه كريم منصور، الكوراني بيدخل الكوراني وبيحصل على ركله ركنيه. يعني الكوراني شوفوا من وين ركله ركنيه لفريق شباب الساحل، مع كل كره ثابته او ركله ركنيه بكاري كوليبالي عم بيتقدم لمسانده فريقه. لاعب بيمتاز بطول القامه وعنده كرات راسيه بتكون خطره كثير، ولاعب هداف كمان بكاري كوليبالي. علي ليلى حارس مرمى الغزية، كرة كمان كادت عباس عاصي كاد يعملها لعباس، كان يسدد داخل الشباك وكانت الأمور انتهت، المباراة انتهت من هلا إذا بتكون. لو الكرة كانت داخل الشباك من عباس عاصي، كرة عالية ما راح تشكل خطورة أبدا على مرمى علي ليلى يلي عم يتحمل عبء الهجمات الساحلية تحت ايد الحش حمود يلي عم نشوفه قدامنا. في تبديل سريع عم بيكون بصفوف فريق الغزية، تبديل سريع مع دخول هادي ماضي يلي عم بيدخل لأرض الملعب بدلا من أحمد مكي. هذا تبديل حسن حسون ارتقى انه يعمله تبديل تكتيكي يغير الأمور. بركي بيقدر هادي ماضي يعيد الثقة أكثر لخط الوسط الغائب تماما بصفوف فريق الغزية. وصلنا لدقيقة 40، خمس دقائق من الوقت الأصلي لنهاية الشوط الأول، والنتيجة مثل ما شايفين عبر شاشة الـ MTV، تقدم الساحل على الغزية
2-0 بالمباراه اللي عم تبعها مباشره من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجوني. كره حاليا مع فريق الغازيه بيخسر الكره الغازيه، الحكم بيقول ما في خطا، اماميه اماميه، هل رح يروح حيدر لحاله بحطوا الكره خارج الملعب. برافو بكل روح رياضيه، فعلا حيدر عواضه ممتاز بهالكره خارج الملعب لانه في اصابه ستيفن على ارض الملعب لاعب فريق شباب الغازيه. هون كان تعرض للاصابه رقم 6 والحكم كان عم بيقول انه ما في خطا على علي عبود تحت انظار محمد درويش. رامي تماس بالمرداشيه، ما زال البرج متقدم 1-0. صار له 8 سنين بالملاعب يلي كنا عم نشوفه يونس البول بويز يعطيهم العافيه، فعلا الشباب يلي تحت الشتاء وبالشمس دائما موجودين ليلموا الطبيط. بكاري كوليبالي لزهير عبد الله، عم نقرب من نهايه الشوط الاول والنتيجه تقدم الساحل 2-0، هدفين لعباس عطوي وهدف خطا بمرمى فريقه لرامي فقيه. زهير عبد الله بيتقدم، زهير بيلعب الكره عاليه حلوه كثير كثير لعند الكوراني، الكوراني على الجهه اليسرى، الكوراني بمرر لحمود، حمود داخل منطقه الجزاء، حمود بيحصل على ركله ركنيه، حمود ذكي كثير عرف فرح يقدر يوصلها للكره مثل ما لازم، فضل انه يحصل على كورنر افضل من لا شيء وهو كان ورا الهدف الثاني لفريقه. هذه ماضي مواليد عام 2000 معار من فريق العهد. ركله ركنيه، الكورنر بيتنفس داخل منطقه الجزاء بيبعدها، اوه في خطا، الحكم بيقول ادفانتج مع خطا، وفي انذار، في انذار، انذار واضح كان لا غبار عليه على نونا حسين رزق يلي بيحصل على اول بطاقه صفراء بهالمباراه بعد الخطأ الواضح والقاسي على كريم منصور. كريم منصور أخذ كرة وهذا الخطأ، يعني ما في يعترض أبدا نونا، بس فاول فينا نقول ذكي بمنتصف ملعب ليوقف الهجمة، هجمة شباب الغازية. كريم منصور بيرجع يقوم لمتابعة المباراة. الكره حاليا على الجهه اليمنى، محمد الدر، محمد الدر يلي بمرر لقاسم ليلى، قاسم ليلى اماميه بدوره لمهاجم الفريق ارنست بارفو، بيحصل على الكره لصالحهم، ركله ركنيه لفريق الغزيه باللحظات والدقائق الاخيره من عمر هالشوط. كريم منصور على التنفيذ، كريم رح يلعب الكره بسرعه ما رح يتاخر ابدا على امل انه يقدروا يعملوا شيء الغازيه، هيك بيتامل جمهور الفريق قبل ما يدخلوا للشوط الاول والتقدم 2-0. سهوله سهوله والامور انتهت فينا نقول بالنسبه للشوط الاول شربيل، 2-0 تقدم الساحل. الساحل الا اذا تغير شيء يعني بهالوقت، بس تقدم مريح، تقدم واضح والسهوله بالوصول لمرمى الغازيه، هيدي العنوان الابرز عند الساحليين بالشوط الاول. بالوقت يلي ضيق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بالمباراه بين السلام صغرتا والبرج، الشوط الاول لا يزال النتيجه على حاله 1-0 لمصلحه البرج بهدفه لتياغو امارال. اكيد المباراه عم نذكر فيها لان تقدروا تتابعوها مباشره عبر شاشه وان بالتزامن مع المباراه يلي عم تتابعها سوا على الام تي في. كره حاليا على الجهه اليمنى، شباب الساحل، تمرير الوقت وتمرير الثواني وتمرير الدقائق مع نهايه الشوط الاول. طبعا بانتظار صافره الحكم محمد درويش بعد اكيد حسن حسون عنده الكثير يقولوا للاعبينه لمحاوله العوده بهالمباراه، لكن كيف بالوقت يلي الساحل هو عم يكون مستحوذ بشكل كبير وعم يتحرك بشكل افضل وعم يصنع الخطوره الاكبر مع حيدر عواضه تحديدا حاليا بنص الملعب بعيده للخلف لعند علي عبود، بتروح لعند نونا. دقيقه فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، عم يرفع الحكم الرابع احمد دمج. داوود ديمي او كوليبالي بيلعبها لعند داوود ديمي، داوودا وعم يستلم حاليا
لكوراني، كوراني من لبسه واحده جميله جدا، ممكن الخطوره مره جديده هالمره، الكره عن الجهه اليمنى لكن بعيده بعيده بعيده. كوراني لا تزال الكره معه، شباب الساحل بالهجوم، شباب الساحل ممكن يضيف هدف ثالث قبل نهايه الشوط الاول مع التسديده القويه لداوودا، انما كانت بعيده عن مرمي العلي ليلى. محمود علامه المدرب المساعد بشباب الساحل، هيدا داوودا امامنا، اكيد داوودا بيسدد بشكل افضل. شفتوا كلكم هدفه بنهائي كأس النخبة أمام الأنصار، واحد من أجمل الأهداف يلي شفتها بالفترة الأخيرة بالملاعب اللبنانية. ركلة مرمى عند علي ليلى أكيد رح تكون الكرة الأخيرة بالشوط الأول، لأنه محمد درويش عم يطلع بساعته وعم يعلن عن نهاية الشوط الأول من لقاء شباب الساحل وضيفه الشباب الغزية بتقدم الساحليين 2-0. عباس عطوي كان افتتح التسجيل لأصحاب الضيافة، ورامي فقيه بالخطأ كان عم يسجل داخل مرمي. اذا الساحل متقدم 2-0، شوط ثاني بالانتظار، بنأمل انه يكون افضل. سريعا الى فاصل اعلاني ومن ثم العوده الى جوني، ونتابع نحن وياكم استوديو التحليل ومن بعد الشوط الثاني من هاللقاء. عودة لكم مشاهدينا مع نهاية الشوط الأول من مباراة شباب الساحل وشباب الغزية بتقدم نادي شباب الساحل بنتيجة 2-0. شوط شبه مثالي لنادي شباب الساحل، بالمقابل شوط فيه الكثير من التخبط وعدم التنظيم لنادي شباب الغزية. رح نحكي أكثر مع الكابتن جمال بمجاية الشوط الأول. واضح أنه نادي شباب الساحل عامل درسه بشكل كثير منيح، بينما نادي شباب الغزية عم يلعب هيك مثل ما بقولوا خط عشواء. صراحة فريق شباب الساحل كل النقط اللي تحذرنا منها واللي سألنا عنها قبل المباراة أجاب عليها، من ناحية التحضير الجيد للمباراة، من ناحية الجدية، من ناحية عارفين حالهم شو عم يعملوا، كم التبديل تبادل المراكز، البرس العالي اللي عم يعمله فريق شباب الساحل، وقدر ينهي أو يسجل مبكرا حوالي الدقيقة 17، وكان هذا من خلال تبادل المراكز اللي بين عباس عطوي وداوودا يعني صحيح. كثير أوقات شفنا عباس هو اللي عم ينطلق داوودا وبيلعب له، بهي الكرة قدر داوودا يرجع ويتبادل المراكز ويلعب، هذا تبادل المراكز كثير كان مفيد، وقدر عباس ينطلق ويسجل بكره ذكيه فوق هناك للحرب. تبادل المراكز، هناك تنويع باللعب، كل شيء عمله شباب الساحل اليوم ان كان شفنا هدف عبر الاطراف ولا بالعمق، الجهه اليسرى كانت عم تشتغل، الجهه اليمنى كان عباس عطوي قريب من داوودا، كان في تفاهم كثير كبير بين هذا اللاعبين، حتى محمد حمود شارك بالهدف الثاني. يمكن بينقص شغله وحده هي اللعب بين الخطوط، يعني اللعب بين الخطوط، بين انا قصدي بين لاعبين الارتكاز ولاعبين الدفاع اللي بين الغزيه، لازم لاعب دائما، لانه عباس شفناه بالاول كان عم ينطلق خلف الدفاعات، بعدين صار يرجع لورا على الارتكاز يصنع اللعب من الخلف، لازم لاعب يتواجد دائما بين هيدي المنطقه بين الخطوط لحتى يقدر يستلم ويمرر. بالاضافه انه اذا بتلاحظ بدايه المباراه شباب الساحل كان عم يلعب كانه يعني صحيح داوودا على اليمين وكوراني على الشمال، بس كانوا عم يدبوا لجوا كثير، بعض الحين عم يكونوا ثلاث مهاجمين ليفتحوا مجال لزهير عبد الله او لمحمد حمود من الخلف على الاطراف يمشوا، وهيدا معناته انه الفريق عم يعمل ضغط عالي، زرك فريق الغزيه يضل بمنطقته، وهيدي يعني خطا ارتكبه فريق شباب الغزيه من ناحيه التنظيم الدفاعي، انت بدك تدافع فيك الدافع لكنه كان كثير راجع لورا، كثير كان بمنطقته، كان عم يدافع بمناطق خلفيه متاخر صحيح. متاخر صحيح. جدا وقريب من منطقة مرمى، فكل كرة حتشكل عليه خطر، كان لازم يدفش فريق شباب الساحل لفوق أكثر لحتى يبعد الخطر عنه. إلا أنه نادي شباب الساحل قدم شوط شبه مثالي، يعني هناك بعض الثغرات ولكن تعال شبه مثالي، ولكن بنفس الوقت هناك ضعف بالمنافس اللي هو نادي شباب الغزية، إن كان بالتنظيم الدفاعي حتى أو بالأفراد. إن كان بالأفراد إمكانيات الأفراد، يعني صحيح بالإمكانيات الكواليتي اللاعبين عند نادي شباب الغزية واضح إنه منا كواليتي عالي، وتحديدا الأجانب طبعا نص مباراة ما فينا نحدد، ما هي هذا من المد المطلوبة لتحكم، ولكن يعني هناك مؤشرات انه ما في جهود المطلوبة منا موجودة بنادي شباب الغزية. متأخرة، نحن بلبنان عندنا مشكلة بالوقت، بانتدابات متأخرة بالوقت وبالبادجت كمان يا اخي، بعض الاحيان اعطي المدرب فريق جاهز بنص بادج بس قبل بثلاث اشهر، احسن ما تعطيه بدبل بادج باخر يومين او اخر جمعه، عامل الوقت كثير مهم هون. ليش نحن عم نحن شو حكينا اضافه شباب الساحل؟ بركي نحن عم نحكي عن نادي شباب الغزية، بس مخرجنا جورج خليل بيعرض الجوال، بنشوف الجوال نحن سوا،
وبنحكي عن نادي شباب الغزية وتحديدا عن تنظيمه الدفاعي. طبعا بلاحظ حتى من خلال الاهداف اللي عم تلاقيها بتشوف انه في اخطاء بالتنظيم الدفاعي بالميلان بالخط الواحد، ما في تغطيه عبر الاطراف، يعني الظهير يجي يعمل العمق الدفاعي ليعمل الميلان باللاين، وفي شيء من الفوضى، في كثافه عدديه لكونه في شيء فوضى، لدرجه انه سجلوا هدف بمرميهم، يعني هدف لانه في كثافه عدديه لكونه في فوضى، والهدف الاول برايي كان كثير مؤثر، ريح نادي شباب الساحل وسهل المباراه، سهل المباراه يلعب باريحيه كثير كبيره، صعب الامور كثير على فريق شباب الغزيه. نرجع شوي لنادي شباب الساحل، كنت عم بقوله عن شباب الساحل شو المطلوب بالشوط الثاني هلا؟ شباب الساحل أمن تقريبا 3 نقاط، أخطر نتيجة رشيد بالفوتبول هي 2-0، 2-0 يعني هي أخطر نتيجة. طبعا إذا كنت عم تلعب مع فريق ممكن يجاريك، ولو أنه غزية ضعيف لكنه نتيجة خطرة، ليه؟ لأنه بال1-0 أنت ممكن الفريق المنافس لخسران بيضل متحفز، بيقول لك بان لحظة بسجل، بال2-0 بده يجازف، بده ينطر الهجوم، فإذا ما توفق وسجل هدف شو بنعرف بكرة القدم نحن؟ الهدف أسهل شيء يجي الهدف من بعد الهدف، عندما يعني بتسجل 2-1 فكتير سهلة الجول الثاني يجي، بيصير سريع. صحيح، مشان هيك شباب الساحل عليه أنه يحافظ على نتيجة 2-0 بتعزيزها ل 3-0. طيب من المؤشرات من خلال الشوط الأول عم نحكي نحن، طب هذه طبعا النتيجة هي خداعة مثل ما بيقولوا، صح. ولكن من خلال شفته المؤشرات ومن خلال الفرص اللي عم نشوفها هلا حاليا، فرص نادي شباب الساحل سيطر على والفرص القليله لنادي شباب الغزية، يمكن هناك فرصه واحده كانت يعني من تغطيه دفاعيه خاطئه وصلت عليه اي حاله بكره القدم، اي جزئيه ممكن تغير لك مجرى المباراه، طرد لاعب، بنالتي، هدف بالخطا، ممكن يخلي الغزية ينتعش وينتشي ويعود يرجع على جو المباراه والساحل يتردد ويقلق. فمشان هيك لا، ما في شيء مضمون بعالم كره القدم، عم تحكي ب 45 دقيقه، ما في شيء مضمون، خاصة نحن نعرف بكرة القدم بالبدايات المباراة ببدايات الأشواط أول 5 دقائق وآخر 5 دقائق نسبة الأهداف كتير كبيرة، صعبين كتير كبيرة. فبالتالي لا، رغم الفوارق الفنية والجماعية والفردية وعلى مستوى يمكن يعود نادي شباب الغزية، ممنوع بكرة القدم، ما في شيء مستحيل، ممنوع يطمن فريق شباب الساحل، لازم يكمل البرس العالي ولازم يزيد النتيجة، هو أمام فرصة ليزيد النتيجة، أمام منافس عم يمر بمشاكل هلا وبأزمة قادر يحقق فيها كثير من الأهداف هذه المباراة. طيب نادي شباب الغزية أجرى تبديل أنا حقيقة ما فهمته، هل هو تبديل بسبب الإصابة؟ أخرج أحمد مكي وأدخل هادي ماضي بالدقيقة تقريبا بأول 40، يعني بالدقيقة 41-42، هذا تبديل غير مفهوم بالنسبة لي إذا كان اللاعب لا يعاني من إصابة. يا اما انه عنده مشكله بدنيه او انه انا برايي هادي ماضي يبدو انه بيمتلك امكانيات دفاعيه اكثر من احمد مكي، يبدو ميوله التوقيت، عم بحكي انا التوقيت، يعني جمال انت كنت مدرب، عندما المدرب بيلاقي خلل ما في شيء اسمه توقيت، ما في شيء اسمه والله المدرب بحط براسه بشوط الثاني ببدل او بالدقيقه 65 على 64 ما ببدل و66 ما ببدل، في خلل بدك تتدخل لو اخر دقيقه من الشوط، اخر دقيقه من الشوط الاول، بعض الاحيان وقت ما بينزل لاعب بنهايه الشوط الاول بتكسر له حاجز الرهبه، خاصه اذا كان ما منه لاعب قبل وجديد بتكسر له حاجز الرهبه للشوط الثاني، يعني هلا بينزل هادي ماضي الشوط الثاني مرتاح خلص كسر انه هو عم يلعب من الشوط الاول، عرفت علي كيف؟ واضح. بينزل بيعطي قدر، لعله انه عنده مزايا دفاعيه مقابل احمد مكي عنده مزايا هجوميه، فبده يحافظ على النتيجه وشاف في خلل بهذا المنطقه. ليش انا عم بقول لك انه رغم هيك كان في خلل عند شباب الساحل، انه منطقه بين الخطوط بين الارتكاز والدفاع فارغة. ما كانت كثير، كان في لعيبه عم تروح عند عم على احضان المدافعين، لكن ما حدا في لاعب عم يجي يسقط بين الخطوط ليقدر يستلم مرتاح ويسلم المباراه. اذا الافضليه لنادي شباب الساحل، وحتى ببدايه الشوط الثاني الافضليه لنادي شباب الساحل، بس ولكن شو المطلوب من نادي شباب الغزية على الرغم من كل امكانياته الضعيفه الفنيه او امكانيات اللاعبين الموجوده؟ اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. شو المطلوب حاليا؟ المطلوب انه يكون في اول شيء يطلع الفريق، ما عم بقول يهاجم لكنه يطلع يتجرأ اول شيء ينظم دفاع، تنظيم الدفاع تاعه بده يتغير، بده يتحسن، يطلع ما يدافع بمنطقته، لازم يطلع ولازم التنظيم الدفاع تاعه يكون يبدا من عند المهاجمين على دفاعات الساحل، ما يخليه يبني كره صح،
لانه الساحل عم يبني الكره مرتاح، عم يوصل على الثلث الثاني مرتاح. صحيح. لازم يضغط على المدافعين من هنيك، يحاول يقطع كرات ويحاول منها ينطلق ويشكل خطا. طيب الاطراف الاطراف في ضعف على الاطراف عند شباب الغزيه، واضح الاطراف، بس الاطراف الخلفيه والاطراف الاماميه، هيدا هذا الموجود. يعني احنا ما كثير عندنا معرفه بالاحتياط اذا هن افضل من اللي عم يلعبوا، لكنه ضمن هذا الموجود لا شك انه في خاصه يعني المدافع اليمين والمدافع اليسار في تواضع بالمستوى من المدافعين خاصه على الاطراف. وبعتقد انه بشغل الغزيه هون ليش عم بقول لك المهاجمين لازم يريحوا الدفاع بطريقه ثانيه، الفريق يطلع ما يقعد بالكره، والهجوم تحت يعمل برس عالي على فريق شباب الساحل، ما عنده شيء يخسره، يعمل برس عالي على شباب الساحل بمنطقته، بحاول يقطع الكرات هناك، وهناك وقت ما تلعب بمنطقه شباب الساحل ممكن كل شيء وارد، اذا قطعت كره ممكن الهجوم، اذا اجاك فاول طرد ضربه حره اوت بمنطقته بفيك خلالها يعني الضغط لازم يبلش بمناطق نادي شباب الساحل، ما يخلي لانه شباب الساحل عم يلعب بخفف ضغط عن مدافعينه وخط وسط. صراحه كثير شباب الساحل بناء من الخلف مرتاح باريحيه، وعم يطلع بالكره بشكل متدرج بالخطوط وعلى الاطراف، وعم يوصل على منطقه الغزيه، هن قاعدين ورا وناطرينه غلط، انت عم تعزم الفريق كله لعندك. صح. انت روح لقيه قدام، روح لقيه قدام وحاول خفف على حالك، هيك خسران يعني ما في عنده حل، ولا النتيجه حتكبر والميلتين، وعلى الميلتين يمكن تكبر، بس حاول هيدي المحاوله انك انت تقلل، لكنه الساحل يبدو متفوق بكل المقاييس والمعايير. يعني على كل الاحوال انا بتشكرك كابتن، نلتقي بعد نهايه المباراه، بدنا ننتقل لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم الى غرفه التعليق لمتابعه مجريات الشوط الثاني من المباراه. كمان مره شكرا رشيد، شكرا كابتن جمال. بدايه الشوط الثاني من هالمباراه، الشوط الثاني بين الساحل والغزيه، جمال حج عم نسمعه انه ما انتهى شيء، وفعلا ما انتهى شيء بالنسبه لهالمباراه. الساحل ما بده ينام على حرير، بده يتابع ضغطه، بده يتابع البريسنج تبعه، بده يجرب يقدر يسجل بالشوط الثاني، وردة فعل الغزية ما لازم تتأخر ليقدر يقلص الفارق ويرجع ويدخل بأجواء المباراة. ما صار تعديل، ما صار تبديل أبدا مع بداية الشوط الثاني، التبديل الوحيد اللي صار بالشوط الأول دخول هادي ماضي بدلا من أحمد مكي، هادي ماضي اللي عنده النزعة الدفاعية وبمركز الدفاع بمركز ظهير الأيسر، لأنه هيدا اللي كنت عم بقول عنه أنا بالشوط الأول، الأمور واضحة وكان في مشكلة بمركز ظهير الأيسر عند فريق شباب الغزية. حاليا بنتيجة الدرجة الثانية النهضة برليس عم يتقدم على الراسينج بنتيجة 2-0 من بعد ما كان أنهى الشوط الأول 1-0، عم بيقدر يسجل هدف بالشوط الثاني، وفريق الراسينج عم بيستلم مبارياته بالدرجة الثانية لهلأ بنتيجة منا إيجابية أبدا. كرة حاليا مع فريق شباب الساحل، حسين رزق نونا بمرر لبكاري كوليبالي اللي عم يجرب يسحب اللاعبين اللي عنده، عباس عطوي حلو كتير لزهير عبد الله، الكرة بتضيع مش لوقت كتير، داوودا ديمي بيرجع بمررها لنونا، زهير عبد الله، عباس عطوي، كرة أمامية حلوة كتير، ما زالت الخطورة موجودة، وخاصة مع الكوراني اللي عم بيلعب الكرة، الكوراني لمين بده يمررها، الكوراني بيحصل على ركلة ركنية، الكوراني والكرة اللي اصطدمت هون برامي فقيه لخارج الملعب، ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، هيدي أول كورنر بالشوط الثاني. فريق شباب الساحل اللي قدر يسيطر سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول من حيث الأداء، من حيث الفرص، من حيث النتيجة يلي انتهى الشوط الأول 2-0 مع بداية الشوط الثاني أول ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، بيطلع حارس المرمى علي ليلى ليبعدها أول مرة بالبوكس وبيرجع بيلتقطها بالمرة الثانية، علي ليلى يلي عم بيطلع لمين بده يلعب الكرة، بفضل يلعبها أمامية، بتنقطع سريعة من داوودا، بيرجع فريق الغزية مع الضغط الكبير يلي عم بيكون والبريسنج من لاعبين فريق شباب الساحل، عباس عاصي جرب يمررها لداوودا، اليوم الغائب الأبرز عن تشكيلة شباب الساحل هو عبد العزيز نداي والمهاجم حسين حيدر، وبينضم لهم بعدين كالفن ضو يلي وقع على كشفات الفريق هالأسبوع. عبد العزيز نداي رح نشوفه الأسبوع المقبل بمواجهة الأنصار، مباراة أنصار ساحل العنوان الأبرز مثل مباراة تضامن صور والنجمة يلي رح تكون بصور،
من العناوين البارزة للأسبوع الثاني من بطولة لبنان. أيضا ضمن الأسبوع الثاني طرابلس بيواجه لخاء الأهلي علي، ديربي بين البرج وشباب البرج، والصفا بيواجه شباب الغزية. زهير عبد الله بيرجع الكرة لعند بكاري كوليبالي اللي بشتتها لخارج الملعب. حسن حسون على السريع ما بيضيع وقت، كوتش فريق الغزية اللي بيلتقط الكرة وبيلعبها أمامية بهالوقت لعند حسن الحاج. اليوم في غياب تام لمهاجمي فريق الغزية بالشوط الأول، على أمل هالشيء يتحسن بالشوط الثاني تحت أنظار المدير الفني حسن حسون اللي كان عنده أمور كتير يحكيها للفريق بالشوط الأول. بكاري منه سريع الكرة لعباس عاصي، بترجع لبكاري، بكاري لحارس المرمى علي ظاهر، علي ظاهر بيلعبها على الجهة اليسرى لعند علي عبود. علي عبود بده يتقدم، علي عبود بده يلعب الكرة لعند عباس عطوي، حلو كتير لداوودا، داوودا بيلعب الكرة أمامية، فرصة لفريق شباب الساحل، معقول كتير، الله شو هالجول الرائع، هدف هدف رائع من فريق شباب الساحل والشباك الغزية للمرة الثالثة على التوالي بهالمباراة. حسن كوراني سجل هدف أكثر من رائع، حسن كوراني تمرير الكرات كان والمثلثات الرائعة جدا من فريق شباب الساحل، قدروا يوصلوا لمرمى الغزية بسهولة، وحسن كوراني عم بيسجل واحد من أجمل الأهداف يلي معقول نشوفها. شوفوا التمريرة من داوودا ديامي لحسن كوراني، وشوت قوي كوراني ما في يعمل لها شيء أبدا علي ليلى، والشباك عم تهتز، والهدف الثالث بهالوقت لفريق شباب الساحل. النتيجة عم تكبر أكثر وأكثر، واحدة من النتائج الكبيرة يلي رح نشهدها. كوراني هيك نوع من الكرات ما رح يغلط فيهم أبدا بمواجهة علي ليلى ليعلن عن تقدم بنتيجة 3-0. مسح على مهلك، احتفل، و 3-0 شربل، نتيجة عم تكبر أكثر وأكثر. يعني طبعاً تقدم مستحق لشباب الساحل، عم يقدم كرة قدم جميلة بغض النظر عن أداء الشباب الغزية بمباراة اليوم، لكن بتقدر تشوف شكل منظم للفريق على أرض الملعب، انتشار صح، ضغط صح، اللاعبين عم يلاقوا بعض بالتمريرات بشكل صحيح، مثل التمريرة أيضاً الأمامية، ممكن الخطورة تكون مع حيدر عواضة. كان في صافرة قبل وفي راي في تسلل على حيدر عواضة، عنده رغبة كتير كبيرة بأول مباراة له أساسي بدوري الأضواء يقدر يسجل هدف حيدر عواضة. هذا أمر ممكن يصير من دون شك مع الكرة أيضاً الأمامية والخطأ، وفي فاول وفي إنذار، في خطأ وفي إنذار. نونا هو اللي كان عم يحصل على الخطأ أيضاً، مباراة كبيرة عم يقدمها حسين رزق باللامركزية يلي عم يلعب فيها على أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة هون شوف التمريرة لحيدر عواضة، شفت هون بالصورة كان متسلل فعلاً حيدر عواضة، جميع الأحوال سدد خارج المرمى، ركلة حرة لشباب الساحل، ممكن تكون الخطورة أكبر، وممكن نشوف الهدف الرابع، ليش لا؟ شباب الساحل خلف الكرة تحديداً محمد حمود عم يقدم مباراة كبيرة اليوم لرقم 21، إلى جانب اللاعب الكبير اللعيب عباس عطوي يلي هو أيضا موجود خلف الكرة. مين راح يسدد من هاللاعبين؟ مين راح يهز الشباك من هاللاعبين؟ هل هو عباس عطوي أو كوليبالي هو يلي بسدد؟ التسديدة القوية من كوليبالي، فاجأ الجميع، كوليبالي كان بعيد لكنه انطلق وسدد بين يدي علي ليلى، هالمرة علي ليلى كان بالمكان المناسب. بالإعادة مرة جديدة ضغط حسين رزق، ممتاز ممتاز حسين رزق، شوفوا كيف بيعمل البريسنج وبيخطف الطابة وبيحصل على الخطأ، شغل كبير عم يعمله، واحد من رجال المباراة إذا ما كان أفضل لاعبي المباراة لحد الوقت على صعيد النشاط والمجهود يلي عم يعمله حسين رزق. زهير عبد الله هالمرة تمريرته كانت خاطئة، بتروح لرمي التمييز، حسن الحاج سريعا رح ينفذ الكرة الغزية بعد ما استسلم، بعد عنده شيء يقوله بهالمباراة مع علي بيسي، مجددا باتجاه حسن الحاج. زهير عبد الله على مساره، ايضا زهير عبد الله الشباب الدائم، يعني عناصر الخبرة الموجودة بشباب الساحل عم تعمل التوازن بشكل كتير كبير مع اللاعبين الشبان. تبديل، خروج محمد الدر الظهير الأيمن ودخول حسين خليفة
رقم 11 إذا حسين خليفة مكان رقم 18 محمد الدر. بخط الوسط ستيفن إيساو منه لعند كريم منصور. أيضا الكرة ملعوبة مع حسن الحاج اللي عم يسدد هالمرة، كرة بترتد منه كورنر لمصلحة الشباب الغازية. 3-0 نتيجة كبيرة للساحل لحد هالوقت. آخر فوز لشباب الساحل على الشباب الغازية كان بختام الموسم قبل الماضي بنتيجة 2-1 على ملعب العهد. كرة ملعوبة لداخل منطقة جزاء، عباس عطوي أيضا ببعدها بالرأس، يعني رغم غياب عبد العزيز نداي وحش الهجوم السنغالي عند شباب الساحل عم يقدر الساحل يسجل 3 أهداف في هالمباراة مع الكرة الأمامية. ملعوبة لعند مين؟ لعند حسن كوراني. حسن كوراني عم يحصل على هالكرة على الجهة اليمنى منه لعند عباس عطوي. تبقى الكرة مع شباب الساحل وإيقاع اللعب دائما الساحل من خلال التمريرات، لمسة وباس لمسة وباس، هيك شباب الساحل عم يلعب. كوراني شوفوا لعند عطوي، أيضا اللمسة موجودة هالمرة مقطوعة من حسين خليفة. ترجع الكرة للخلف من جديد رامي فقيه. سيء الحظ بمباراة اليوم الرقم 4 والعبء الكبير على دفاع الشباب الغازية عم بيكون عبء كبير فعلا على دفاع الشباب الغازية. رامي فقيه من جديد لعند حارسه علي ليلى. تسديدة مثالية فعلا كانت من حسن كوراني بشباكه لعلي ليلى. كرة أيضا مقطوعة عباس عاصي. عاصي منه لعند عباس عطوي. أيضا ستيفن تبقى مع الغازية. المرة الغازية وبالهجوم وبحث عن تقليص الفارق وعلى هدف أول بهالمباراة مع تسديدة بعيدة جدا من كريم منصور. في حال فاز اليوم الساحل على الغازية بهالنتيجة رح يكون أكبر فارق بإحدى مباريات الفريقين. صحيح الغازية فاز 3-1 بالموسم الماضي بذهاب الموسم الماضي، لكن ما حدا بتاريخ لقاءات الفريقين قدر يفوز على الثاني بنتيجة 3-0. عباس عطوي من جديد لعند حسن كوراني. عباس عاصي المثلث بخط الوسط يلي هو فعلا القلب النابض ومحرك فريق شباب الساحل مع زهير عبد الله. زهير مرة جديدة لعند العطوي. عباس تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى، علي عبود بالانتظار، كنترول ممتاز بالقدم اليسرى والمرور ايضا. علي عبود عم يقدم اداء جيد. علي عبود مع الكرة يلي عم تلعب على الجهة اليمنى بتروح لعند زهير عبد الله، الخطورة ممكن نلاقيها ايضا بهالكرة. زهير جميلة جدا تبادل الكرات بين لاعبي الساحل، لكن المرة انقطعت وبتبقى مع الغازية بهالاثناء. ملعوب الى الامام ارنست. خليفة ستيفن. ستيفن عم بمر. ستيفن ممكن يسدد من المسافة البعيدة انما ايضا بعيدة عن المرمى. اخر مرة فاز شباب الساحل ب3 أهداف على الشباب الغازية كان بختام موسم 2014-2015 3-1 بوقتها فاز. زمان كبار بعالم الفوتبول اللبناني علي فقيه الحارس الغني عن التعريف، الحارس السابق حارس مرمى شباب الساحل والانصار والمنتخب الوطني والى جانبه الحاج حمود يلي الواضح انه عامل شغل كبير مع الساحل. الموسم الماضي برز الفريق وهالموسم اكيد رح يكون رقم صعب بدوري الفا واكيد رح يكون ند عنيد لكل الفرق بالوقت يلي الكره عم تمر على الجميع في مطالبه بركله جزاء. مطالبه هون بركله جزاء من قبل لاعبي شباب الساحل، من قبل حيدر عواضه بالتحديد مع الكره الامام ارنست. علي عبود ايضا واحد من نجوم المباراه عم يعمل مباراه كبيره. حلو نشوف مدافع شاب كيف عم بيواجه المهاجمين الاجانب وعم يقدم مباراه جيده. بفتكر انه علي عبود راح يكون له مستقبل كثير كبير بدفاع شباب الساحل في حال طبعا استمر بنفس الطريقه على صعيد تقديم نفس المستوى. هون بالاعاده مره جديده، هل لمست الكرة بيد أحد لاعبي الغازية؟ الأمر الواضح أنه الكرة ارتدت من يد رامي فقيه من الأرض إلى يد رامي فقيه. شوفوا بالإعادة
حيدر عوادة كان عم يطالب بلمسة اليد. شو حيكون فرح حيدر عوادة في حال سجل اليوم. عباس عطوي كوراني بالانتظار، هالمرة ما بتمر. حسين خليفة عم يعمل شغل كبير بوقت دخوله على الجهة اليسرى، دخل مكان محمد الدر. رمي التماس لمصلحة الساحل مرة جديدة. يعني الأمر الواضح فارس أنه في حال استمرت المباراة بنفس النساء، الساحل بطريقه لصدارة دوري ألفا، لأنه شفنا شباب البرج امبارح كان عم يفوز 2-1 وقبله النجمي 1-0، وأكبر فارق بالأهداف لهالوقت لمصلحة شباب الساحل. فريق الساحل بنرجع بنقول مرتاح كثير بهالمباراة. علي عبود عم بيقدم مباراة كبيرة، كان هو إذا بدكم السبب الرئيسي وراء الهدف الثالث للفريق. كرة أمامية لعند عباس عطوي، عباس عطوي على مشارف حدود منطقة الجزاء، جرب يرفع الكرة وكمان مطالبة بركلة جزاء لفريق شباب الساحل. عم بيطالبوا فريق الساحل، الحكم بيقول ما في شيء أبدا، بيتابع اللعب. كمان فريق الغزية ما عم بيقدر يوصل ابدا لمرمى فريق شباب الساحل. رئيس نادي الانصار نبيل بدر بيقعد مؤتمر صحافي بكره للحديث عن مباراة النجمة والانصار، ويلي رافق مباراة النجمة والانصار محمد حمود على ارض الملعب بالاعادة. هون عم نشوف هالكرة، محمد حمود على ارض الملعب. هل راح يكون في تبديل قادم بصفوف فريق شباب الساحل او لا؟ لانه بعد هلا الحاج حمود ما لجأ لاي تبديل، بعكس الغزيه وحسن حسون يلي عمل تبديلين من بدايه المباراه مع دخول هادي ماضي وحسين جواد خليفه. محمد حمود بيرجع بيقوم وبده يظهر برا الملعب طالما تمت معالجته بارض الملعب، وبيرجع بيدخل كمان مرة. الكرة يلي كان عم بيطالب فيها بركلة جزاء بنالتي، يعني لمسة اليد واضحة على رامي فقيه. رامي فقيه يلي سجل الهدف الثاني لفريق شباب الساحل، خطأ بمرمى فريقه. محمد حمود بيرجع بيدخل لأرض الملعب، بيرجع بيكمل فريق شباب الساحل مرتاح كثير من دون أي صعوبة، عم بيقدر يوصل على المرمى. تمريرة خاطئة هون، خاطئة كانت من صاحب الهدف الثالث حسن كوراني يلي بيلعب الكرة لخارج الملعب. أمامية أمامية، محاولات عم بتكون. ستيفن بيلعب الكرة لمين؟ مش لحدا أبدا. يعني بظل هالأداء اليوم ما فينا نحكم أبدا على اللاعبين الأجانب. ترجع لعند حسين رزق نونا، حسين رزق يلي معه بطاقة صفراء، لازم حسين رزق يكون خارج الملعب بالتبديلات تحسبا لأي بطاقة صفراء تانية. عبد العزيز نداي بيرجع الأسبوع المقبل ليكون بمواجهة الأنصار، بينما مثل ما عرفنا حسين حيدر رح يستمر غيابه بسبب الإصابة يلي عنده إياها، التمزق الموجود. محمد حمود لداوودا، داوودا واحد من نجوم المباراة، 2 أسس لداوودا، الهدف الأول والهدف الثالث. مثل ما عم نشوف شغل كتير كبير عم بيقوم فيه داوودا، في تسلل على فريق شباب الساحل بهالوقت. عباس عطوي كان متسلل محمد حمود، عباس عطوي منه راضي أبدا عن الكرة، إنه لازم تكون أسرع، تتمرر أسرع، ما في لزوم ابدا للتعصيب. 3-0 النتيجه، مرتاح كثير فيها فريق شباب الساحل. وجاد حسين عم بيستعد ليدخل لارض الملعب. يمكن الحاج حمود سمعني انه صار لازم التبديل، والتبديل صار موجود. جاد حسين على ارض الملعب، هيدي حاله تسلل. جاد حسين محل حسين رزق، يعني يلي انا قريته يلي انا فكرت فيه قريه الحاج حمود وفكر فيه تماما. حسين رزق خارج أرض الملعب والتبديل من جاد حسين. نونا قدم مباراة كبيرة بمنتصف الملعب وعم يترك أرض الملعب لجاد حسين تما ياخذ مخاطرة أبداً. الحاج حمود بحسين رزق
ويتعرض للإصابة أو لبطاقة صفراء ثانية ويغيب عن مباراة الأنصار. معنويات عالية كثير من الحاج حمود عم بتكون مع تسديدة رائعة، تسديدة أولى فينا نقول خطرة لفريق شباب الغازية. علي ظاهر بيبعدها بالوقت المناسب. علي عبود بيتعرض هون للخطأ من كريم منصور. علي عبود هيك بيشير الحكم المساعد محمد حرب. تسديدة رائعة كانت لفريق شباب الغازية كمان مرة التسديدة، وعلي ظاهر كان بالمرصاد لإبعادها بالوقت المناسب. ممنوع تهتز شباك الساحل هيك علي ظاهر عم بيقول. هيدا المطلوب فريق الغازية يطلع من هالحذر اللي عنده إياه، يقدر يواجه فريق شباب الساحل بهجمات نسقة، يقدر يوصل للمرمى، يقدر يسدد. المحاولات تكون جدية. كيف بدك تسجل هدف إذا أنت ما عم بتسدد على المرمى؟ علي عبود بيرجع الكرة لعلي ظاهر. علي ظاهر بهالوقت كمان لعلي عبود، واحد من نجوم المباراة علي عبود. لجاد حسين، أول كرة جاد حسين عم يلمسها، بيرجع لكوليبالي. حلوة كتير محاولات فريق شباب الساحل للهدف الرابع. تعرفوا الأهداف كلها مهمة. آخر النتائج اللي عم تتسجل، الراسينج عم بيقلص الفارق مع النهضة بارليس لواحد اثنين من بعد ما كان متأخر بنتيجة 2-0. ومع نهاية المباراة بنعطيكم كل النتائج. سبورتينج اللي عم يتقدم على الاجتماعي 3-2 ببطولة الدرجة الثانية من بعد ما كان التعادل بيناتهم 2-2. ركلة حرة لفريق شباب الساحل، واضح الخطأ كان على قاسم ليلى. حاج حمود، حاج حمود كل كرة دايما ورا اللاعبين. عباس عطوي على التنفيذ. لمين رح يلعب الكرة؟ كوليبالي اللي بيدخل منطقة الجزاء. كوليبالي ليلعب الكرة الرأسية لعند كوليبالي، ما بيقدر كوليبالي، الخطر موجود. عباس عاصي، عباس عاصي مع الكرة، مع الدقايق اللي عم بتمر سريعا على فريق الغازية. وما رح يتغير شيء بالمباراة شربيل، يعني واضحة الأمور إنه الساحل رايح لفوز، لأنه محاولات الغازية خجولة جدا فينا نقول من بداية المباراة، والساحل عم يبسط سيطرته أكثر وأكثر على مجريات المباراة بعد مرور 66 دقيقة 3-0. السؤال هلا إذا رح الغازية يقدر يقلص الفريق أقله يسجل هدف بهالمباراة، أو شباب الساحل رح يعزز النتيجة أكثر وأكثر. الأمور واضحة، الساحل أفضل، الساحل مرشح لتحقيق انتصار كبير، انتصار عريض يوجه من خلاله رسالة إلى فرق المقدمة بأنه رح يكون خصم عنيد، بأنه رح يكون الفريق يلي رح ينحسب له ألف حساب من قبل فرق المقدمة بكل مرة رح يتواجهوا معه. على كل حال الكرة عم تستأنف حاليا، واللاعب عم يستأنف مع عباس عطوي لعند كوليبالي من خلف. زهير عبد الله، زهير سريعا لعند العطوي. شوفوا عندما يكون في ضغط على لاعب من خط الدفاع كيف عباس عطوي بيتحرك بشكل سريع وبيكون موجود على خط التمرير ليتلقى الكرة. مع علي عبود لعند الحمود، مقطوعة المرة تحت الضغط منتصف الملعب. كرة من جديد مع الغازية. ستيفن لعند ارنست، ارنست لعند كريم منصور بقدمه اليسرى، لكن هالكرة يا كريم هالكرة سهلة جدا لعند علي ظاهر. عند الغازية ايضا بصراحة عم يصعبها على نفسه. داوودا بتحرك كثير، داوودا نشيط جدا داوودا، لكن التزامه بوجوده على طرف الملعب عم يخليه بعيد نوعا ما عن منطقة الجزاء وعن الخطورة يلي بيصنعها عادة. تبديلين للغازية وتبديل واحد لشباب الساحل. كوراني
انتبه المواجهة. عباس عاصي، زهير عبد الله، زهير جاد حسين عم يطلبها على الجهة اليمنى. زهير بيختار التمرير لعند عباس عاصي، عباس منه لكوراني، جميل جدا تبادل الكرة بين اللاعبين. عباس عاصي عم يسقط تحت الضغط، بتروح الكرة لعند شباب الغزية، الغزية المرة بالهجوم مع بارفوز. ارنست منه لعند حسن الحاج، حسن الحاج بيحاول يتهدف، تدخل ممتاز ونظيف من عباس عاصي، عم يخلي الكرة ترجع للساحل المرة، لكن تمريرته لعباس عطوي مش من نوع التمريرات يلي معودنا عليها عباس إلى خارج أرض الملعب. حسن حسون على خط الملعب أكيد بيعرف تماما الصورة اللي عم بين عليها شباب الغزية بالوقت الحالي، مختلفة تماما عن صورته بالموسم الماضي بكثير من مراحل الموسم الماضي. خليني أقول لأن مر بفترات صعود وهبوط فريق شباب الغزية، لكن كان عنده سلسلة من النتائج الجيدة يلي سمحت له أن يكون بين أندية النخبة بنهاية الموسم. الدقيقة 70 تماما والساحل بالهجوم دائما مع عباس عاصي، منه لعند زهير عبد الله، زهير مطلوب الكرة العرضية، زهير هيدا الأمر يلي عم يعمله، مقطوعة هالمرة من كندي. على الجهة اليسرى حسين خليفة، حسين لمين يلعب حسين؟ هيدا السؤال يلي عم يسأله. الخيارات ضيقة قدام لاعبي الغزية عندما يستلموا الكرة، الأمر الواضح من تمريرته الأخيرة لهادي ماضي خرجت مباشرة إلى الأوت. بالوقت يلي الحكم محمد درويش بحوار مع ستيفن، هيدا إرنست بارفو المهاجم الغاني اللي انتظر منه أكيد أشياء أكثر على أرض الملعب. ستيفن بيحمي كرته، كرة بوسط الملعب تبقى مع الغزية للأمام لعند إرنست، محاصر من أربع لاعبين، شو ممكن يعمل إرنست؟ بعيد للخلف إرنست لعلي قبيسي على الجهة اليمنى مرة جديدة مع كريم منصور. كريم منه لعند قاسم ليلى، قاسم بوسط الملعب، هادي ماضي الغزية عم يحافظ على كرته بالوقت الحالي وعم يجرب يبني هجمة، عم يجرب يوصل إلى منطقة شباب الساحل مع حسين خليفة. خليفة خليفة بيحاول يمر، إنما عباس عطوي عم يقطع هالكرة، بتبقى مع الغزية ما في أي خطأ. الصراع الكبير الموجود، عباس عاصي عم يكسب الخطأ هالمرة، محمد درويش كان عم يراقب الحالة، عباس عاصي هو يلي عم يكسب الخطأ. الإعادة مرة جديدة، عرف عباس عاصي كيف ياخذ الكره فارس ويحصل خطا واضح، الشد كان المسك بالشورت. كمان مره بالاعاده من زاويه اخرى عم نشوف المطالبه كان بخطا لفريق شباب الغزيه، الحكم عم بيتابع اللعب تحت انظار جمهور فريق شباب الساحل يلي مبين قدامنا على الشاشه، يلي عم يتابع المباراه وعم يشجع فريقه، فريقه متقدم بنتيجه 3-0. وبين حضور رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق اللي عم يتابع المباراة، كمان المباراة الأسبوع المقبل هي المباراة المنتظرة بين شباب الساحل وفريق الأنصار بعد الخسارة لفريق الأنصار قدام النجمة 0-1. الأنصار ما بيحمل تعثر تاني أبدا، وفريق شباب الساحل كلنا بنعرف فريق كتير مهم، فريق كتير كبير، فريق خطر كتير، والأنصار بده يطمح ليثأر من شباب الساحل خاصة بعد خسارته نهائي كأس النخبة. مصطفى كساب عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب، هلا بنشوف بدلا من مين مصطفى كساب التبديل الثاني بصفوف فريق شباب الساحل. أول ما الكرة تتوقف التبديل صار جاهز، والحاج حمود يلي بفضل يريح لعيبته خوفا من الإصابات. كرة أمامية من هادي بمرر لحسين جواد خليفة، ما رح يقطع عن زهير عبد الله، ترجع لعند عباس عطوي بيخسر الكرة، عباس عطوي وتسديدة رائعة كانت بس من دون خطورة. لاعب فريق شباب الغزية كان عم بجرب فريق
غازية يعمل شيء عن طريق حسن الحاج. تبديل لازم يتم بهالوقت، ومصطفى كساب بدلا من مين؟ مصطفى كساب رح يدخل لأرض الملعب بانتظار لنشوف علي عبود إصابته. عم بيطلعوا على إصابة علي عبود، إذا علي عبود أصيب علي عبود رح يقدر يتابع، ما في مشكلة أبدا. هلأ التبديل رح يتم، وهلأ بيصير التبديل. الحاج حمود يلي عم بأخر التبديل لثواني قليلة، رمي تميسة فريق الغازية. الغازية ما عم بيقدر يهز شباك الساحل ولو بهدف رد الاعتبار، هيدا المطلوب منه. تحسن اداء الغازية بالشوط التالي. كريم منصور، كريم محاولات عم بتكون. علي بيسي بيرفع الكرة داخل منطقة جزاء، ورأسية بعيدة كتير من بارفو بيلعب الكرة كتير بعيدة عالية. بيرجع الحاج حمود بيعطي إشارة التبديل، ليصير التبديل، والحكم الرابع أحمد دمج رح يتقدم ليعلن عن التبديل أول ما توقف الكرة، وهذا بيكون التبديل الثاني من ناحية فريق شباب الساحل. جاد حسين كرة عم بيخسرها عباس عطلي، بتروح بهالوقت لستيفن يلي بيسدد كرة حلوة على يمين علي ظاهر، بس لحسن حظه لعلي ظاهر كرة ما صابت المرمى. حيدر عواضة خارج أرض الملعب. حيدر عواضة ارتقى الحاج حمود انه يكون خارج التشكيلة بعد مرور 75 دقيقة على بداية المباراة. حيدر قدم مباراة جيدة، ما قدر يسجل بس كان عنده محاولات قدام مرمى فريق شباب الغازية. ترجع الكرة لعند كوليبالي منه لعباس عطوي لعلي عبود. علي عبود بتروح لوين؟ لمنتصف ملعب، حلو كتير لعن جاد. محمد حمود على الجهة اليسرى. يعني فريق شباب الساحل خلص اقتنع انه المباراة وثلاث نقاط صاروا بجيبته، عم بيجرب ما يتلقى مرمي هدف، يعني اذا ما سجل ما يدخل مرمي هدف. هيدا اللي عم بيعمله فريق شباب الساحل مع هالكرة الامامية البعيدة، ما رح توصل ابدا. لا كوراني صاحب الهدف الأول لإله بدوري ألفا لهالموسم. كنا عم نشوف تسديد ستيفن حلو كتير، هيدي واحدة من الفرص الخطرة. يعني بالشوط الثاني عنده فرصتين كان فريق شباب الغازية، تسديدة كانت عن طريق حسين جواد خليفة، والثانية عن طريق ستيفن مثل ما عم نشوف نحن وياكم بهالتسديدة. محاولات فريق الغازية بعد ما عم تعطي نتيجة. علي ليلى يلي دخل مرمي ثلاث أهداف بمباراة اليوم، وقدر يبعد كمان مثلهم ثلاث أهداف مثلهم كانوا خطرين كتير لناحية فريق شباب الساحل. بطاقة صفرة بهالوقت لفريق شباب الغازية، عم بيكون في اعتراض، وقاسم ليلى يلي عم بيحصل على الإنذار. علي ليلى بنفذ الكرة، علي بيلعب الكرة عالية بيبعدها عباس عطوي، تنزل عند قاسم ليلى بمرر بهالوقت، والتبديل الثالث بصفوف الغازية عم بيتحضر. علي يزبك يلي عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب. علي يزبك بهالوقت المتبقي من عمر المباراة، بينما فريق شباب الساحل إذا بده يلجأ لتبديل ثالث بيقدر. ستيفن بمنتصف ملعب عم بيتحرك لاعب الغاني بالشوط الثاني، بمرر بهالوقت لهادي ماضي. ستيفن بيرجع بمرر لهادي لقاسم بده يغير اتجاه الكرة. هذا الشيء اللي بصير لأنه الضغط عم بيكون كبير من لاعبي فريق الساحل تما يخلون يقربوا أبدا على منطقة الجزاء. خطأ واضح هون من
حسين جواد خليفة لصالح علي عبود، والركلة الحرة عم بتكون بهالوقت لفريق شباب الساحل مع اعتراض من حسين جواد خليفة. ومين عم بيظهر؟ حسن الحاج. حسن الحاج والتبديل الثالث لفريق الغزية ودخول علي يزبك بدلا منه. واضح الخطأ، واضح قرار الحكم، قراره صحيح والخطأ واضح كان لصالح فريق الساحل. ترجع الكرة بهالوقت عم بتكون محاولات حلوة كتير من مصطفى كسابي اللي بيلعب الكرة لمنتصف ملعب لداوودة. داوودة شوفوا هالتمريرات الرائعة. داوودة ما سجل، بس داوودة فيكم تقولوا واحد من نجوم المباراة، وقت عم بيعطي اثنين اسيست وتمريرات كانت على المسطرة بهاللقاء. هيدا بدل قديش عم بيساعد فريقه، قديش تأقلم مع فريقه بسرعة. كرة لعند هادي ماضي على الجهة اليسرى، هادي معه زهير عبد الله. هادي 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 بمرر في تسلل، تسلل على حسين جواد خليفة. عم نقرب من الدقيقة 80 من المباراة. هون عم نشوف حالة التسلل يلي كان عم يرفع رايته الحكم محمد حرب ليعلن عن هالشيء. فريق شباب الساحل عم يتجه لأول ثلاث نقاط لإله بدوري ألفا، لأول انتصار لإله، والغزية لأول خسارة. فريق الغزية في أمور كتير بده يرجع يشوفها من بعد هالمباراة شربيل، بده يرجع يتدارك الوضع، يشوف وين كانت المشكلة، خاصة بالشوط الأول. بالشوط الأول اللي كان فريق نوعا ما غايب، بالشوط الثاني تحسن أدائه، بس بتعرف بيصير في تراخي من اللاعب وقت بيضمن نتيجة المباراة، وهذا الشيء بيساعد أكثر الفريق الثاني إنه يقدر يهاجم، يقدر يتقدم، بس من دون أي هدف. على كل بعد مرور 80 دقيقة على بداية المباراة، 10 دقائق على نهايتها، 3-0 تقدم الساحل على الغزية. وبدون شك ايضا انه شباب الساحل بيقدر يبني على النتيجه للمراحل المقبله من عمر الدوري، الدوري اللي طبعا دائما رح نكون مواكبين لكل مبارياته عبر شاشه ام تي في وشاشه وان ايضا. وبكره الموعد بيتجدد مع الموسم الثالث لبرنامج جولدن بول بالوقت يلي تسديد الرائعه جدا والقويه، اخطر فرص المباراه للغزيه عبر حسين خليفه بالتسديد اليساريه، ارتدت من العارضة الساحلية. علي ظاهر كان على مسارها انما ارتدت من العارضة. شوفوا بالاعادة مرة جديدة، بيستحق كان يسجل حسين خليفة بصراحة بهالتسديدة الرائعة جدا من مسافة بعيدة. ايه هيك نوع من التسديدات كان ناطرها الغزية من بداية المباراة، لو دخلت هالكرة بالتأكيد كانت احيت امال الغزية. كنت عم بتحدث انه بكرة الساعة 5 بعد الظهر مباشرة رح نكون مع الحلقة الأولى من الموسم الثالث لجولدن بول، جولة أسبوعية على كل المباريات والملاعب اللبنانية وكل شيء، تفاصيل خاصة بمباريات دوري ألفا وإضاءة على كل النجوم وعلى الأهداف وعلى الفرق بالوقت يلي في حاليا محاولة عبر عباس عاصي. عباس عاصي عباس عاصي عباس عاصي، وين الجول يا عباس عاصي؟ ووين الجول يا شباب الساحل مع مصطفى كساب؟ مصطفى بعيد الكرة لعن جاد حسين، واحد من اللاعبين الشبان المميزين والساحل يلي عنده اهتمام خاص بالفرق وفي الفئات العمريه وباللاعبين الشبان. كان ايضا عين المدير الفني والمدرب محمد حسن كاريكا كمسؤول الفئات العمريه بالنادي، ليس يعني ايضا محمد حسن كاريكا كان مدرب ومدير فني بشباب الغزيه بعام 2015، واليوم اذا عم يتولى الفئات العمريه بشباب الساحل، وشباب الساحل واعتماده على الشباب بشكل كبير. واحد منهم المتألق بهالمباراة برأي الرقم 4 علي عبود، بالوقت يلي في تبديل جديد، تبديل جديد يوسف بركات، وجه شاب أيضا ظهر مع السلام صغرتا بموسمه الأول العام الماضي وقدم سلسلة من المباريات الجيدة، لكن مع نهاية عقده مع السلام كان عم ينتقل لشباب الساحل رقم 18، اصبح موجود على خط الملعب ايدينا بدخوله بالدقائق الاخيره من هالمباراه. والكره الاماميه بتجي لداوودة ديامي، داوودة ديامي قادر يدمر اي دفاع. هذا الامر يلي عم يعمله حاليا مواجهه رامي فقيه، داوودة عم يتابع مروره، داوودة عم يكمل باتجاه منطقه الجزاء. داوودة 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 بيلعب الكره العرضيه باتجاه الكراني، انما مقطوعه هالمره بشكل ممتاز، كان على مسارة الرقم 14 هادي ماضي قطع الكره، والتبديل رح يحصل
عباس عطوي راح يخرج، يوسف بركات راح يدخل، لاعب منتخبنا الاولمبي يوسف بركات. اذا مكان عباس عطوي، هيدا هو التبديل الثالث والاخير بالنسبه لشباب الساحل. طبعا الفريقان استنفذوا تبديلاتهم، عش حمود عم يطلب من جمهور الساحل التصفيق لعباس عطوي، بدون شك يستحق كل التصفيق عباس عطوي. اذا يوسف بركات مكانه لعباس عطوي، جاد حسين هو حاليا موجود على الجهه اليسرى، ايضا كره موجوده مع شباب الساحل دائما مع الحمود في صافره، كان في صافره وفي رايه. داوودا عم يعترض، عنده رهبه كبيره تشيل داوودا، وخصوصا يعني بعد خروج حيدر عوادة اصبح داوودا بامكانه يروح اكثر باتجاه منطقه جزاء، يحاول يكون هو الراس الحربي الصرف والوحيد بتشكيلته للحش حمود. كريم منصور مرة جديدة بوسط الملعب، عاصم ليلى، أيضا كريم منصور، بتبقى مع الغزية مع ستيفن تحديدا، بينقلها لعند كندي بتابع تقدمه. كندي الكرة مقطوعة، بده ينتبه كثير منيح كندي، ممكن ظهره يكون مكشوف بعد تقدمه قلب دفاع الغزية، لكن الساحل عم يهد اللعب شوي بالدقائق الخمسة الأخيرة. هل رح نشهد هدف ساحلي أو الغزية رح يفاجئ مثل ما فاجئ حسين خليفة بتسديدته اللي ارتدت من العارضة، وكانت المفاجأة تكبر لو هزت الشباك، وما في أي خطأ، الاحتكاك طبيعي بين قاسم ليلى ويوسف بركات. الكرة مع إرنست بيحاول يتقدم، إرنست شو ممكن يعمل بهالكرة، إرنست بحطها لعند كريم أسرع، عم يطلبوا جمهور الغزية من لاعبينه، بتروح عند حسين خليفة، صعب تزيد القوي، مر كرة عرضية جميلة، كرته العرضية لحسين خليفة يلي هو الأبرز من وقت دخوله الى ارض الملعب، هو كان الحل للمشكله على الطرف الايسر، سحب حسن حسون محمد الدر وادخل سريعا حسين خليفه، وحسين خليفه كان له فرصه خطره جدا ارتدت من عارضته لعلي ظهر، وايضا هالتمريره لو نجح واحد من متابعي الغزية تبعها تحديدا علي يزبك يلي كان على مساره. اداء 86، اذا عم نقرب اكثر واكثر من نهايه المباراه بالوقت يلي الامور لا تزال على حاله بمباراه البرج والسلام صغرتا. النتيجه 0-0، اكيد رح نقول لكم النتيجه النهائيه من ملعب المرداشيه قبل نهايه المباراه مع خليفه يلي مره جديده عم يحصل على هالكره، بتروح لعند ستيفن بوسط الملعب، يعني عم يعمل مجهود على صعيد استعاده الكره ستيفن يساو، لكن لحد هالوقت ما عم يقدر يزيد بالحاله الهجوميه، هيدا امر طبيعي. شوفوا عدد لاعبي شباب الساحل وانتشارهم بخط الوسط، هذا الامر بيسمح لهم يستحوذوا بشكل كبير مع قاسم ليلى. 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بين السلام والبرج بالمباراة يلي كانت قدم فيها البرج 1-0 بهدفه لتياغو امارال. كرة ملعوبة للامام مرة جديدة مع علي يزبك، هو عم يجرب يهرب حاليا من علي عبود، لكن اليوم علي عبود مسكر كل حدود منطقة الجزاء، كل الهجمات بتوقف عندها مع علي عبود، يقدم اداء اكثر من جيد بهالمباراه مدافع الانصار السابق. كوليبالي بالخلف لعند عباس عاصي، مرتاحين كثير شباب الساحل بنقله الكره، مصطفى كساب، ايضا علي عبود، تغيير اتجاه اللعب لعند محمد حمود، كنترول بيمشي الحمود، بيلعب الكره للامام، الكره الطويله لداوودا، ايضا كنترول ممتاز من رقم 90 داوودا ديما، بيخلي كرته مع يوسف بركات بيلعب الكره لعند الكوراني، الكنترول من كوراني، هل راح يسدد، هل راح يمرش، راح يعمل كوراني بيحاول يمر، لكن يا كوراني اخترت الخيار غير الصحيح، كره مباشره بين يدي علي ليلى، تاخر كوراني، فكر كثير، فكر مرتين بعالم الفوتبول داخل منطقه جزاء،
احيانا وباكثر الاحيان ما فيك تفكر مرتين، بدك تتصرف بشكل سريع، بدك تجرب توصل الى الشباك، بدك تجرب تسجل الاهداف. رامي تميس بالجهه المقابله منصه رسميه بعد هالكره الاماميه داوودا. شوفوا الكنترول من داوودا، يا سلام يا داوودا على الكنترول، خفيف وحريف على ارض الملعب. داوودا ديامي من جديد مع حسين خليفه، ابرز لاعبي شباب الغزيم وقت دخوله الى ارض الملعب. تروح لعند كريم منصور، كريم لعند ستيفن من جديد لعند قاسم ليلى. قاسم بيلعب الكره على الجهه اليسرى، بتبقى مع هادي ماضي وبتبقى مع الغزيه. كريم منصور افضل غزيه اصبح بعد تلقيه الهدف الثالث، وكانه تحرر من الضغوط يلي كانت عم تلاحقه مع ستيفن. بحاول يمر عن يوسف بركات وعن زهير عبد الله. ستيفن وين راح ستيفن؟ بيلعب الكره على مشارف المنطقه، ارنست عم يحميها بشكل ممتاز. هل راح يقدر يسجل بين غابه لاعبين؟ عم يسقط داخل منطقه الجزاء وعم يحصل على ركله جزاء. الاحتكاك مع ارنست كان موجود، لكن انا برايي الخطا ما كان في داعي له ابدا، لانه لاعبي شباب الساحل كانوا عم يحاصروا تماما ارنست. شو كان ممكن يعمل بهالكره؟ هل كان بيقدر يبرم ويسدد باتجاه المرمى؟ على الارجح لا، لانه فعلا كان محاصر مكبل ارنست بين لاعبي الساحل. شوفوا علي عبود هون الاصطدام، وهون الاحتكاك اللي حصل، الاحتكاك اللي حصل بين علي عبود وارنست. بالاعاده مره جديده، قدمه اليمنى لعلي عبود اعاق تقدم ارنست. محمد درويش كان قريب من الحاله واحتسب البنالتي. هون ثلاث لاعبين حاصروا ارنست، علي عبود اعتبر الحكم انه ارتكب خطا، وبالتالي ركله جزاء اذا للشباب الغزيه. خلف الكره كريم منصور الرقم سبعه. كريم منصور من وجهه علي طاهر. كريم منصور عم يتقدم عم يسدد، جول للغزيه. الشباب الغزية اخيرا عم يتمكن من تقليص الفارق من الدقيقة 90 تماما. عم يهز شباك شباب الساحل، خدعه تماما كريم منصور لعلي ظاهر وسجل الى يساره. 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، 3 دقائق بتفصل شباب الساحل عن الفوز بالاهداف الثلاثة. علي عبود ما كان راضي طبعا على الخطأ يلي ارتكبه، علي ظاهر ايضا اكيد منه راضي انه شباكه اهتزت بمباراة اليوم. بالاعادة مرة جديدة تسديدة كريم منصور الى يساره لعلي ظاهر. 3-1 النتيجه. الساحل عم يحاول يرد بهالوقت مع كوراني نشيط جدا. كندي بالخلف مقطوعه، ارنست اخذوا معنويات الغزيه من دون شك مع حسين خليفه. حسين خليفه عم يتقدم، حسين خليفه بيلعب الكره الامام لعند علي يزبك ايضا مقطوعه. فرصه للساحل للارتداد، يعني الساحل اذا بحرك الكره بشكل سريع ممكن يقدر يرتد ويخلق المساحات، ولو انه الغزيه عم بيدافع بثلاث لاعبين بخط الظهر، ثلاث لاعبين ثابتين تحديدا. ارنست شوفوا غابه من اللاعبين، يعني فعلا حاصروه تماما لارنست يلي يعني ما قدر يهرب مع الكره، ما في اي تسلل. داوودا ممكن داوودا يسجل ويريح نفسه، بيختار التمرير لكوراني، عم يحاول يردها لداوودا. يا كوراني الأنانية ما كانت موجودة عند حسن كوراني، لكن أيضا الأمر يلي ما كان موجود هو لاعب من لاعبي شباب الساحل على مسار الكرة العرضية اللي انقطعت، كان قصده كوراني يعيدها لعند داوودا. يعني ثقة كثير كبيرة بالنفس من لاعبي شباب الساحل، وأيضا عدم الأنانية هي شغلة جميلة جدا، لكن كوراني هون سدد سجل أو مرر لداوودا ديامي بشكل أفضل. يا حسن كوراني هدف فعلا صريح ضاع على شباب الساحل. كوراني بيلعب الكرة من الكورنر والرأسية موجودة الى جانب المرمى. ركلة مرمى عند علي ليلى، قربنا اكثر واكثر نفوت بالدقيقة الأخيرة من هالمباراة. عباس عاصي هو كان خلف الكرة الرأسية، والساحل كان أمام فرصة ذهبية للفوز برباعية وتكون فعلا أكبر نتيجة بتاريخ لقاءات الفريقين يلي مشاهدوا فعلا أكثر من 5 أهداف. 3-2 فاز شباب الساحل بذهاب موسم 2014-2015. هيدي وحده من المباريات يلي حملت 5 اهداف، وقبلها كان ايضا عم يفوز 3-2 بالموسم يلي سبقه بمباراه مؤجله عام 2013 تحديدا. والفوز الاكبر للغزيه بالتاكيد مثل ما ذكرنا كان الموسم الماضي بنتيجه 3-1 على ملعب صيدا. كيكي هدفين، وخليل بدر لاعب النجم الحالي هدف مقابل هدف للغائب الاكبر عبد العزيز نضاي. يعني الساحل اليوم حتى بيفتقد له سلاحين فتاكين خليني اقول بخط الهجوم، عبد العزيز نضاي وحسين حيدر اللاعبين
الغائبين بسبب الاصابه. بالوقت يلي جاد حسين حاليا بالمحاوله داخل منطقه جزاء مقطوعه من كندي، بتبقى لعند داوودا، داوودا بحاول يمر ورمي التماس لمصلحه الساحل. الثواني الاخيره من المباراه، الوقت المحتسب بدل عن ضائع عم ينتهي. محمد درويش ما راح يتاخر كثير ليطلق صفرته ويعلن عن اول فوز للساحل بموسم 2019-2020 ركله مرمى. بالوقت يلي انتهت المباراة على الملعب، ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، بشوني بصافرة محمد درويش وبفوز شباب الساحل بنتيجة 3-1. البرج عم يتغلب على السلام وعم بيعود إلى بيروت بثلاث نقاط غالية جدا بنتيجة 1-0. البرج فاز، إذا ثلاث نقاط للبرج، ثلاث نقاط لشباب البرج، ثلاث نقاط للنجمة، وثلاث نقاط للساحل يلي هو الأبرز كان على صعيد النتيجة. وبرأيي من خلال اللي شفناه بالمباريات كان فريق فعلا لافت أدائه على صعيد المستوى الفني اللي قدمه على أرض الملعب. ألف مبروك لشباب الساحل. عباس عطوي، رامي فقيه خطأ بمرمي، وحسن كوراني هني اللي سجلوا له، كريم منصور سجل من بينالتي هدف الغزية. أكيد الغزية رح يعيد حساباته، والغزية قادر من دون شك أنه ينهض من هالكبوة ومن هالخسارة المبكرة. لا يزال أمامنا الكثير مشاهدينا لنحكي عنه اكيد باستوديو التحليلي حول هالمباراه، واكيد الاكثر رح يكون بانتظارنا بكره ابتداء من الساعه 5 المساء. بدي اعطيكم موعد عبر برنامج جولدن بول والحلقه الاولى من الموسم الثالث طبعا. انما قبل ما نتوقف مع استوديو التحليلي اكيد بدي اودعكم واعطيكم موعد بكره. الك رشيد، تفضل. شكرا شربل. اذا نهايه المباراه بفوز نادي شباب الساحل على نادي شباب الغزيه بنتيجه 3-1. مباراة خلصت اول 5 دقائق من ثاني شوط عند ما سجل نادي شباب الساحل الهدف الثالث. باقي مجريات الشوط الثاني كانت خلينا نقول مثل ما بقول فقط تدوير الطابه من قبل نادي شباب الساحل. نادي شباب الغزيه عمل رده فعل بالدقيقه الاخيره بحصوله على ضربه جزاء سجلها كريم منصور. كابتن مثل ما قلنا احنا المباراه انتهت من بدايه الشوط الثاني عندما سجل نادي شباب الساحل الهدف الثالث. هذا اللي كان المطلوب. شباب الساحل بالدقيقه الخامسه من الشوط الثاني 50 يعني نهى المباراه بالهدف الثالث اطمئن واصبحت الامور سهله له بشكل. صار الفريق عم يلعب لتدوير الكره، عمل بعض التبديلات الكوتش طبعا. بس طبعا شفنا كمان ناخذ كمان نرجع بنقول نموذج انه اللي فريق بس يفقد التركيز ممكن ينضرب. لا يعني اواخر المباراه فقد التركيز سجل هدف فريق الغزيه، وممكن بعد شوي لو في وقت ممكن بيعمل قلق. هون نحن بنطالب اللاعب اللبناني والفريق دائما يبقى على التركيز. ثبات المستوى مطلوب خلال 90 دقيقه، ثبات المستوى مطلوب خلال الموسم كامل. هيدي نحن بتفقدنا، هيدي بترجع للعقليه اللاعب، لعقليه اللاعب مثل ما قلنا. على كل الاحوال 3-1 نتيجه المباراه. رح نشوف الاهداف الثلاثه الاربعه يلي تسجلوا اليوم، 3 نادي شباب الساحل وهدف لنادي شباب الغزيه. لافت انه نادي شباب الغزيه قدر يعمل رده فعل ولكن خجوله ومتاخره، ولكن لو كان في بعد نتيجه تراخي شباب الساحل طبعا 5 دقائق او 10 دقائق زياده كان ربما كان ما المفروض للفريق يطمن. انا وحده من الشغلات اللي انبسطت فيها بشباب الساحل اليوم هو انه قدر الحش حمود هيدي المجموعه خليها ضمن هدف واحد، تركيز واحد، والدليل بدايه المباراه القويه. هذا كنا خوفين منه، هذا بيخلي انه المجموعه ولاحظ التعاون بين اللعيبه وتبادل المراكز، يعني في انسجام فني وفي انسجام حتى بين اللاعبين، وعارف كل لاعب عارف شو دوره وعم يشتغل عليه. ما في الانا، كل عم يلعب للمجموعه، وهيدي بعتقد يمكن كان يعاني منها بالسابق الحش حمود. هلا يمكن هيدا الامور بلشت عنده تتحسن، وهذا عامل اضافه وقوه لفريق شباب الساحل. وهذا هون هم اصعب على الحش حمود انه يبقيهم بهذا التركيز، يبقيهم بهيدي اللحظه، بهيدي بعاليه اللاعب اللبناني. صعب هون الصعوبه انه يبقي هذا الفريق كله ينزل يلعب للمجموعه وينسى نفسه كرمال المجموعه. وبعتقد لا حرام فريق الساحل وصل لهون. لاحظ لك انا في مضطر احكي فيها، الحش حمود هلا عم بيدرب اللاعبين اللي عم بيعمل تمرين للاعبين اللي ما لعبت، وهيدي لازم رساله لكل المدربين. في لاعب مباراه مثلا يوم الاحد يعني السبت تمرين خفيف واليوم ما لعب وبكره ممكن يكون راحه، اذا بعد الفرقه بتاعتي راحه يعني معناتها 3 ايام غايب خلال اسبوع، 3 ايام ما لعب. فلا فرق، في فرق ما بتعمل لا مباراه تدريبيه ولا بتمرن اللعيبه اللي ما لعبت. هون هذا دليل انه الحش حمود مركز وعارف على كل المجموعه وعلى كل الادوار. هيدي يتميز الحاج حمود باخلاصه بالشغل، هيدي سمعه، هيدي امر طبيعي لازم تكون. هيدي ما بده اخلاص، بده متابعه. هو عارف حاله في يوم من الايام بده يعوزه لهذا اللاعب البديل، بده يكون جاهز. طب اذا السبت ما تمرن والاحد ما لعب هي يومين، وبكره اذا راحه مثلا لازم حتى يعملوا له مباريات وديه. نحن مثلا في لعيبه ما بتلعب بالاساسيه، ما بتلعب مباريات وديه، هيدي لازم نلتفت لها لتطوير مستوى، لانه انت بالنهايه بحاجه
للاعب البديل ليكون جاهز، حتى بس تيجي فرصته ويجي دوره يكون جاهز اقل ما يمكن، عم بحد ادنى من جوزيه ليعطيك. فهيدي ملفته ولازم الكل ينتبه لهيدي. نحكي ايضا الملفت كابتن اليوم بباقي نتائج يعني هذا اليوم، هذا اليوم هو فوز البرج على نادي السلام صغرتا بنتيجه 1-0 على ارض ملعب المرداشيه، يعني خطف 3 نقاط من نادي السلام صغرتا برات ارضه. بتصور هذا مؤشر انه نادي البرج رح يكون له شان بالدرجه. هلا احنا ما حضرنا المباراه لكنه امر طبيعي لانه البرج فريق استقدم لاعبين كثير وبلش بكير، التحضير تاعه كان كثير بكير، مشان هيك شفته اليوم بعكس الفريق السلام صغرتا اللي كان متخبط بتغيير مدربين ولاعب تخلى عن لاعبين فلاخر الوقت. هذا بنرجع بنقوله دائما، احنا الفرق متاخره بالتحضير بتحتاج لوقت كثير حتى تحضر. سؤال اخير عن نادي الشباب الغزية، حكينا كثير عن نادي شباب الساحل انه نادي كان منظم عارف حاله شو بده، الحاج حمود شاغل شغله مزبوط، ولكن نادي شباب الغزية في ظل هذا المستوى يلي على الرغم انه هذه المباراه ليست مؤشر نهائي على ما سيقدمه خلال الدوري، ولكن نادي شباب الغزية من خلال هذه المباراه مؤشرات على لوين رايح؟ هلا اللي بده يحكي للوهله الاولى بتقول رايح على النفق المظلم، لكنه السنه الماضيه انا بتذكر يعني قابلت حدا مقرب من الغزية ما بعرف اذا اداري ولا لا، كان عم يحكي لي انه احنا نازلين درجه ثانيه تقريبا، احنا شفنا عادوا طلعوا وعملوا نتائج بس كابتن جمال مزهلة. تقريبا احنا شفنا كل الفرق خلال هذه المرحله باستثناء طرابلس والعهد، في عده فرق وضعها ابدا وتحضيراتها واضحه من بدايه الموسم منا جاهزه. رشيد السنه الماضيه لاخر اسبوعين كان في 8 فرق مهددين، صحيح لاخر اسبوعين كان في 8 فرق مهددين، فلاخر لاخر مرحله صار في 4-5، فمعناتها كله هذا التحضير المتاخر الوضع يمكن امكانيات بده يؤدي لهون، بدي اتشكرك انا كابتن جمال، بتشكر المشاهدين اللي تابعونا. ملتقانا بكون بكره ببرنامج جولد بول ملخص عن كل مباريات المرحله الاولى من دوري الفا موسم 2019-2020. إلى اللقاء.